صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج 90 دقيقة. حلقتنا اليوم دسمة الحقيقة بأحداثها، دسمة بمواضيعها، انطلاقة مثيرة للجولة الخامسة من دوري فيفا، أيضا دسمة بضيوفها اليوم اللي أكيد عندهم تصريحات ستعلن لأول مرة، خاصة أن ظهورهم لأول مرة بعد ما استجدت أمور كثيرة على الشأن الرياضي. أخونا العزيز والمدير الإعلامي في الاتحاد الكويتي لكرة القدم المنحل الأخ السابق منحل. أنا مو منحل. شو مو منحل؟ أنا مقال. في فرق. شو في فرق؟ منحل تم حل الاتحاد. حل الاتحاد، أنا موظف، أنا ماني عضو عشان أنحل. إي بس أنت بالاتحاد. أنا تنهى خدماتي، في فرق. أنا وخدماتك. أي نعم. مع أن قالوا أنه ما أنهى وخدماتك. كان أجيب كتاب من السيارة وما أدري ما قالوا لي إن كلموك وأنت قلت ما بي. لا مو صحيح. شو مو صحيح؟ مو صحيح الحكي. شون هم اللي قالوا لي إن أنت من اللي قال لك؟ ما له داعي أقول اسمه. لا أقول اسمه عشان أقول لك كذاب وطير. لا حشوم. لا مو حشوم، عندي كتاب إنها خدم تم الاستغناء عن خدمات. ما كلموك قالوا لك إحنا نبيك وأنت موجود ومكانك موجود. لا مو صحيح. يعني كلموه قالوا لك ما نبيك. شلون ما انت عندك برنامج باكر؟ اي عندي برنامج. ادز لك الكتاب انها الخدمات في الواتساب. اوكي. مع الشيخ طلال تبي يخلونك بعد؟ شلون؟ لا انت تقول لي منحل، انا صلحت لك معلومه. انا مقال بس منحل. مقال في الاتحاد الكويتي المنحل. اي نعم. اوكي. معانا الاخ العزيز ايضا رئيس ديوان سلماوي، ونبارك له الفوز الاخ العزيز يونس دشتي، ونشكره وكرم الله أيضا أهدى ضيوف البرنامج اليوم عطور طيبة من معرضة وشركتهم شركة الخيال للعطور، معروفة بشغلاتها الطيبة، وعندهم معرض أيضا في أرض المعارض، نشكره وكرم الله. وهذا طبعا دائما الإخوان السلماوية هالكرم صراحة، من يعني من قبل المرحوم الشيخ خالد اليوسف أنا تعاملت مع طيب الله ثراه إن شاء الله الشيخ خالد اليوسف، كان قمة في الله يرحمه الكرم ومن سبق الآن قمة في الكرم، سواء من أسرته الكريمة ومن الأسرة السلماوية العزيزة اللي قبل يمكن ما تعاملت معاهم، ما تشرفت أن أتعامل معاهم، لكن أيضا أكيد معروفين بالكرم، فمشكور يا أخوي أبو محمد. على اليسار أخونا العزيز علي زيد، ونشكره أيضا على تواجده معنا، ونبارك له الفوز بالأربعة اليوم. وآخر الحضور أيضا ضيف عزيز اليوم، أول ظهور بعد ما طبعا بدأ الموسم مستجدة أمور، ونشكره أن لبى الدعوة اليوم، مهاجم فقدناه صراحة. نتمنى بعد حلقة اليوم يعني تصفى النفوس وتهدى الأمور ما بين الإخوان في الإدارة الإدارة النصراوية ولاعبنا الخلوق زبن العنزي، والبشر مو معصومين يا أخوان، يعني العم فلاح غانم نقول البشر مو معصومين، فبالتالي كل إنسان مخطئ، ف إذا أخطأ ولدكم زبن يبقى ولدكم، ونتمنى إن شاء الله بعد هالحلقة تهدى الأمور. راح نتكلم في هذا الموضوع بعد شوية. حياكم الأخوان وصبحكم الله بالخير، ومشكورين على تواجدكم معانا. اللي حبي يتواصل معانا أرقام هواتفنا واضحة على الشاشة، حسابنا في تويتر أيضا موجود. نشكر رعاتنا وداعمينا شركة فيفا، كل الشكر لهم، شركة تيماس كل الشكر لهم، سفريات النور شكرا لهم، دار الأنوار للمباني شكرا لهم، عطورات أمل الكويت شكرا لهم، وايضا ديرندير واخوي العزيز محمد العنجري شكرا لك، ويونك دشداشه شكرا لهم، واخيرا وكلاء جيفوفا في الكويت، وزيوس اخوي طواري مدلول شكرا جزيلا لكم. قبل لا ابدي في نهايه خدمه على انهاء الخدمات ابو محمد ولا؟ والله المفترض يعني مفترض ولا هذا ما له شغل؟ ما له شلون هذا الشغل؟ يعني ما تعتبر موظف حكومي، فبالتالي لا أنا مرتبط بعقد رسمي مع الاتحاد. وكم المفروض نهاية الخدمة يعني المبلغ؟ أخاف تحسدني. لا ما راح أقول لك. خلي يعطونك إياه. لا إن شاء الله الهيئة العامة شباب الرياضة يعني تخلص الأمور، إلا إذا ما طلع لنا واحد في الهيئة العامة للرياضة عفوا وليس لا. الشباب شالوها، ما عرقل هذا الكتاب، هو كتاب فيه تقريبا 8 أشخاص أنا من ضمنهم، منها خدمات يبعثون الاتحاد لدفع هذه المبالغ. وإذا ما أعطوك ترفع قضية؟ لا مو بالضرورة يعني. أوكي. من الثمانية بعد اللي عنها خدماتهم؟
محمود فياض. محمود فياض اي انا اعوذ بالله من كلمة انا محسن العنزي دكتور محسن نعم فؤاد ربيعان عبد الله أبل صالح التركاوي وفي اثنين بعد في اثنين انهاء خدماتكم لعدم الحاجة لكم ولا لانكم محسوبين على طرف ما ادري قرر مجلس الإدارة الاجتماع بتاريخ كذا وتاريخ كذا انهاء خدماتكم طيب ابو محمد صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور بارك لك الفوز الله يبارك مشكور لك. مرة أخرى لا أشكر على واجب حاضر يعطيك العافية يعطيك العافية يستاهلون ضيوف أبو حسن حياك الله أبو حسين الله يحييك يا أبو سعيد شو زبن كيف الحال؟ تمام والله طيب إن شاء الله عقب الحلقة نشوفك رادة التدريب إن شاء الله إن شاء الله بالنعم قول إن شاء الله ببركة الإخوان هم رسالتهم إن شاء الله توصل الإخوان في نادي النصر إن شاء الله ودائما يقولون ما يرد الكريم إلا اللئيم عاد كيفك يا عم أبو غانم كريم انت ان شاء الله كريم ومن اسره كريمه والام بعيد عن اسره النصراويه ان شاء الله وتهدى النفوس وهالمره عاد يعني خلوها بويه اذا بعد دائما بويه زملائنا اذا بيفضحنا بعد بيفشلنا زبن بعد هالشيء احنا دائما عاد يعني ببرامجنا يعني نمدح نادي النصر واداره نادي النصر خصوصا يعني بالشغلات الفنيه نعم. واختيارهم للمحترفين وهالامور هذه يعني اداره تعتبر من الادارات الناجحه عرفت شلون فنتمنى يعني انا صراحه ما عندي فكره شنو الموضوع الخلاف اللي بين زبن وبين ممكن يوضح لنا واتمنى يعني ان شاء الله تكون في اذان صاغيه حق مشكله زبن وكل شيء انحل كل مشاكل شيء يعني اكبر من مشاكلك انحلت ان شاء الله خل نبارك للاخوان في المملكه العربيه السعوديه اليوم الوصول الى نهائي كاس اسيا للشباب في بطولة آسيا المقامة في البحرين بعد فوز مستحق على المنتخب الإيراني بستة أهداف مقابل خمسة مباراة شوية عليها علامة استفهام على الخط الخلفي للمنتخب السعودي للشباب خاصة أنه سيواجه المنتخب الياباني في النهائي اعتقد مباراة مو سهلة لكن إن شاء الله رجال الأخضر وصقور المملكة إن شاء الله قدها وقدود ويقدمون نتيجة طيبة قبل لا أبدي مع الأخوان إذا نروح حق أول مباراة في الدوري مباراة الكويت والساحل الشيء بالشيء يذكر أمس أبو محمد أنت أول شيء عضو في لجنة من اللجان الخارجية في الاتحاد ولا لا مالك أي لا. منصب خارجي أو لا. عضو في أو لجنة إعلامية برا أو شيء لا. يعني مو من ضمن اللي تم مخاطبة الهيئة بأن ما لهم حق يمثلون الاتحاد في الخارج والله يمكن خاطبوه مع الكيك بوكسنج هذا أنا ما أدري عنه لكن كاتحاد الكويت كرة القدم أنا لا ما عندي أي منصب خارجي أنت عضو في اتحاد الكيك بوكسنج ولا أنا رئيس اللجنة رئيس اللجنة عضو في المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي عضو في المكتب التنفيذي وإن شاء الله مرشح لرئاسة مو موقوف الكيك بوكسنج لا لا أنت باللجنة موقوفة دوليا لا لا مو موقوفة دوليا لا. طيب إيش رأيك بالموضوع اللي صار أمس إن مشعل السعيد مثل الكويت في لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي وبعدين الهيئة خاطبة أو الاتحاد خاطب الهيئة وخاطب الاتحاد الخليجي بأن ما يحق لمشعل السعيد إنه يمثل الكويت برا من يقول أول شيء ما له حق يمثل نعم من هو صاحب القرار إنه يقول مشعل يحق له ولا ما يحق له هو الاتحاد الخليجي لا هو يقول الاتحاد احنا الاتحاد ما اختار مشعل السعيد ايه اختار قصدك اللجنه المؤقته ايه الاتحاد يعني اللجنه المؤقته ايه؟ نكون واضحين اللجنه المؤقته الاداره شؤون الاتحاد اوكي لما تيجي تخاطب اي اتحاد سواء خليجي او عربي او قاري او دولي مخاطبتها كان لم تكن ولن ينظر لها لان لو تم التعامل معها ستكون هناك عقوبه على هذا الاتحاد ان الكره الكويتيه موقوفه بشكل عام نعم والاتحاد الاسيوي والاتحاد الدولي ولن يعترف في هذه اللجنه المؤقته لاداره شؤون الاتحاد فاي مخاطبات راح تطلع لن يتم بس العم السدقي قال في مراسلات مع الاتحادات خلي يطلعها جزاه الله خير يعني البينه تعلم من الدعاء تقول في مراسلات طلعها. هو يقول مو انا أنا لا تقول لي أنا أقول أنت حسب تصريح اعتقد أنت في برنامج علي مكشوف أنت لذاعي قال سعود أنت ناقل كفر ولست بكافر خلي طلع الكتب أنت مو تقول لي أنا ما فنش وأنا قلت لك أنا باكر أدز لك إياه بالواتساب ما أرضى عندك هالشاشة ما أوكي نرجع حق التفنيش ما كلمتهم ما قعدت وياهم أنا أكلمهم إيه ليش يا جماعة مو محتاجيني ما تبون أنا أنزل نفسي أنا طلع المحطب
ولي تاريخي الرياضي. يعني قصدك أنت ما احترموا تاريخك الرياضي يعني؟ ولا احترموا علاقتي الشخصية فيهم أساسا. قبل لا يستلموا الاتحاد يعني واتساب فضل مكتب. منو اللي دزه في الواتساب؟ حسين المطيري راح يستلمه فلان. قلت له المكتب فاضي. حسين قصدك زميلنا في زميلنا واخونا حسين مبارك المطيري اللي بجريده الراي واتساب. هو في اللجنه الاعلاميه يعني بصفه في عضو في وصلت له معلومه اكيد. يعني يقصد انه يعني فض اذا عندك اوراق مهمه او شيء يعني يبيك تشيلها. ما اوراق مهمه كل عمل الاتحاد مو عمل يعني هذه خدمه من 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 مبارك انه يبي يعني على علم اني انا راح امشي عدل. نعم. طيب حسين رايك في الموضوع تبي تعلق؟ لا والله انا صراحه يعني ما عندي اي فكره يعني اذا كان في خلاف مثلا ما بين سيد طلال او مع المجموعه اللي جايه هذا شيء شأن يخصهم وهم مجموعة جاية ما في خلاف ويقول ما احترموا العلاقة الشخصية اللي بيني وبينهم بغض النظر يعني هذا العمل أعتقد أنه ما في علاقة شخصية العمل عمل يعني يعني ممكن لو أنه هو يكون موجود بالاتحاد ومثلا يعني هو منزه أنا شغل يخربط بالشغل أو يغلط أو ذاك على علاقة شخصية ما يحاسب العمل عمل ما في يعني علاقة شخصية العلاقة الشخصية هذه خارج إطار العمل بس أنا أتوقع أن اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد عندها نظرة معينة شافوا أداء سيد طلال محطب بالسابق يمكن عندهم شخص ثاني يؤدي نفس المطلوب كفاءة هذه كلها أمور يعني رزق محمد مو كفاءة لا لا قاعد أقول لك يمكن في أفضل منه طيب يعني أي شخص يكون زين بمجال عمل معين لازم يكون في شخص ثاني بعد يمكن يكون أفضل منه يمكن يكون نفس المستوى يعني طيب. الديره ما تخلى من انا قلت لك يعني سيد طلال محطب تاريخ زين لو الاتحاد خدم 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 الاتحاد لو الاتحاد السابق سوى نفس الحركه مع مثلا علي زيد راح هم تأيد لا لا انا ما أيد الحين عزيز انا قاعد يعني يمكن قاعد انت قاعد تقول لي برر لي الموقف او شنو رايك انا قاعد اقول لك شيء انا ما قلت لك هذا الشيء صح او هذا خطا عرفت شلون هم لهم نظره مو انا ما لي شغل طيب. لو انا موجود وعضو باللجنة ممكن لي رأي ثاني طيب أبو محمد أنا متابع للنقطة والله أنا أقول الخلاف كان موجود من السابق على الاتحاد السابق وقالوا اتحاد مؤقت وقالوا بس حنا شارع الرياضي ما ينظر الأمر شنو النوايا ما ندري شنو هذا زين هذا مو زين حنا سيد طلال محطب تاريخ يعني أنا مو مجاملة قدامه أتكلم نشوف لقاءاته ونشوف كلامه ونشوف رجال متحدث تاريخ ولكن اللي صار له مفروض يكون أفضل إنه يعلمونهم على قولة العشرة لا أكثر ولا أقل بس بالنسبة للاتحاد ينحل يحط مؤقت هذا ما يعني لنا شيء ما ندري شو الموضوع أصلا نعم. الموضوع بينهم يعني ما ندري يعني النقطة هذه تحتاج إلى حوار أكثر وأنا بروح حق فاصل لكن قبل الفاصل أيضا في تصريحات شدتني للعم أسد تقي بأن أو حتى الشيخ أحمد المنصور ان الاخوان الان قاعدين ينظفون البيت الداخلي الرياضي حتى يتم رفع الايقاف يمكن انت احد الاشخاص اللي ايضا تم تنظيفه يعني ممكن والله اذا الكلام هذا يعني انا فلله الحمد انا اسمي وتاريخي واسرتي اكبر من ان ارد على مثل هذا الاسلوب لا اقول لك يعني او انت طقيت الباب ياكل جواب لا قاعد اقول لك يعني القصد من التصرف هذا بتنظيف البيت الداخلي القصد مثلا ابعاد الشخصيات اللي تنتقل كلمات وليس تنظيف تنظيف لاشياء خلينا نقول بصريح العباره اشياء وسخه تنظف انت البيت محشوم لكن انه يطلع التصريح سواء من اسد تقي او من احمد المنصور لا في اللي مرد لكن تربيتي ما تسمح لي انزل لهذا المستوى لا هو القصد التنظيف عاد انت لا تفهمه بالتنظيف لا انت اللي تقول مو انا اللي مو انا اللي هو تصريحهم كذا يطلع لك التصريح انت تصريحهم انا هذا رد على تصريحهم مو انت ليش فهمت ان التنظيف ان التنظيف انه مثلا ابعاد الشخصيات مثلا اللي قاعد تساهم في ايقاف الكويت تقدر تقول اعاده ترتيب اعاده تنظيم اعاده كذا ما توصل الى مرحله التنظيف عبد العزيز اذا هذا مستواهم انا ترفع لا مستواهم عالي إن شاء الله إذا هذا مستواهم بهذا الأسلوب شخصيات أنا الحمد لله الحمد شخص متربي شخص متربي من أسرة كريمة ما أنزل إلى هذا المستوى أنا أخذ الأمور بحسن ولا تهمني الرياضة إذا وصل هذا المستوى بهذه العقلية
طيب خل نروح حق فاصل وبعد ذلك نعود. حياكم الله ويانا، عدنا لكم من جديد. الأخ العزيز حسن أبو الحسن، أنقل الخبر على لسان الأخ حسن أبو الحسن أمين السر المساعد في نادي القادسية. يقول اللجنة المؤقتة، طبعا أنا أقول الاتحاد الكويتي لكن بناء على تصريح الأخ حسن أبو الحسن، وهذا خبر مهم يعني أتمنى الإخوان ينظروا له في عين الاعتبار. اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة حسب اللائحة الجديدة أعطت 35% من نسبة النقل التلفزيوني للفريق ألف، و 35% لفريق باء، و 35% من النقل التلفزيوني للنادي المستضيف. يقول الإخوان في الاتحاد الكويتي، يقول إن شاء الله مو مقصود يعني مو متعمدين، نقول من غير قصد، حطوا جميع مباريات كرة القدم للصالات على صالة نادي الكويت. يقول احنا ما نعترض على هذا الموضوع وهذا امر يخصهم، لكن احنا قدمنا طلب رسمي والكتاب واصل للجنة بان احنا سنستضيف مباريات القسم الثاني حالنا حال نادي الكويت، مثل ما عطوا نادي الكويت كل مباريات النقل التلفزيوني لدوري الصالات راح نستضيف مباريات القسم الثاني ويجب ان تنقل عشان يعطونا نسبة 35%. هذا كتاب او خبر من اخونا حسن ابو الحسن بانتظار رد الاتحاد الكويتي لكرة القدم على هذا الخبر. نروح حق تبي تعلق بمحمد على الخبر؟ لا بس في اعتقد في لبس عندك صار، ما يصير 35 35، والله هذا 105 اي الكم اتوقع 30 للنادي المستضيف، والله 35 35 70 70 30، اعتقد في لبس ابو سعيد بس. وانت ايش رايك ان الاتحاد ما ياخذ فلوس من النقل؟ عندهم خير من الله، لا يا فاتح الحنفيه لهم زين، مش حاجه ياخذون فلوس من الانديه، يعني قرار سليم من سليم. نعم انه يعطون، ليش انتم ما كنتوا تسوون كذي؟ ما عندنا فلوس احنا، كله ما عندكم فلوس، هي ما كانت تعطينا فلوس. مليونين وين وديتوها؟ سبع سنين مليونين، انا ابوك لو بالشهر نصرف دينار خلصت المليونين. وفيفا 10 ملايين، والله عشان عبد الفيفا وين راح؟ المليونين زين، المليونين وين راحوا؟ مليونين دولار، المليونين وين راحوا؟ هذا الحكي راح خلصوا، المليون حطوا وديعة بالشهر 6000 هيك، ما ادري شيء شخصي، كان شيك شخصي لمنو؟ سمعنا انه حق من له حق يسأل وين راحت الفلوس صاحب السمو الله يحفظه، الله يحفظه، لانه ما اعطيه شيك باسم الدكتور طلال فهيد من قبل ولده، فالحساب بينهم ما حد له علاقة في الموضوع، سكرت. ممكن ولا يعني نقول هذا سبب الحل، يمكن فيفا وراحت الحل، هم يقولون تجاوزات يحلونهم للنيابه، رئيس اعضاء مجلس الاداره وما حالوكم النيابه. انا شاكو، انا مو عضو، ايش فيك رايح راد علي؟ اتحادكم، انت مدير اعلامي ابو محمد، الاتحاد الكويتي الكره، انت المدير الاعلامي متحدث رسمي، اتحادي اتحاد دوله الكويت وليس اتحاد طلال المكتب، انت متحدث رسمي طلال الاتحاد ومدير اتحاد الكويتي الكره القدم، أعلنوا في الحل إنه بسبب تجاوزات. نعم. زين، إذا يملكون الجرأة والقدرة وإن شاء الله يملكونها يحولون من النيابة بتهمة الاستيلاء على الملعب. بس محمد أنتوا يعني دائما تبينون حق الشارع إن الاتحاد السابق إن ما عنده إمكانيات، ما عنده فلوس. ما لا أنا ما قلنا ما عنده. قلنا لا تقولون يعني أو الهيئة ما تعطي. الحكومة ما تدعم. ما قلنا ما عندنا لا تدعم فلوس. الحكومة ممكن يقول. ممكن الدعم ما هو بالمستوى المطلوب، لا ولاكو دعم يعني لا لا. يعني ممكن ما يكون بالمستوى المطلوب اللي احنا نتأمله او الشارع يتأمل او الرياضة اللي تحتاجها، ولكن كان في دعم وفي 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 في ايرادات بالاتحاد. النقل التلفزيوني وين راح؟ مو صحيح يوم ايامكم ما اعطيتوا مخالفات على الاداريين، مخالفات على الاداريين وعلى اللاعبين. اي تفضل. عقد فيفا المليونين اللي الله نقل تلفزيوني يعطيه الصحه والعافيه طول العمر عطاها الشيخ طلال، يعني كلها امور ياتكم فلوس وتدعون انه ما عندنا فلوس، ما عندنا ماشي كم مصاريف الاتحاد بالشهر؟ وشنو المشاركات الاتحاد؟ انا اقول لك مصاريف، ما قلت لك مشاركات. اي المصاريف، مو هذه البيزات معاشات اساس، ما في موظفين، في موظفين قاعد ياخذون معاشاتهم من وين ياخذونها؟
ياخذونه من ميزانيه الاتحاد. من ميزانيه الاتحاد؟ ميزانيه الاتحاد تيكم من 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 الهيئه. من اللي قال لك؟ شلون؟ الهيئه مو الهيئه اللي تصرف. ما يدفعون. مو الهيئه اللي تصرف على الاتحاد. ما يصرفوا ولا لا؟ مو صحيح. لهم اكثر من سنتين موقفين الدعم على الاتحاد. كل مدخول الاتحاد اللي قاعد يجي سواء من المسوق او من نقل مباريات او اعلانات قاعد يصرف على المنتخبات وعلى الاتحاد، سواء مصاريف اداريه، سواء رواتب وايجار شقق وتذاكر، كلها قاعد تستنزف هذه المبالغ. طيب. خل ان شاء الله هم بعد شوي ندخل شويه في موضوع الاتحاد. قال لي الدوري ما قلت له طلع والله بعد حلقتكم علي اليوم. لا الموضوع لان اول مره تطلع في التلفزيون بعد ما حلوكم فلازم حلوهم انت واحد منهم. انا قالوني. طيب خل اخذ بعض التغريدات. اخونا محمد الفضلي يقول اصبح عليكم بالخير منورين الجميع، وتحيه خاصه لرئيس ديوان سلماوي ابو محمد يونس دشتي. مشكور يا اخوي محمد الفضلي ومبروك الفوز. محمد خالد يقول أسلم على الجميع، حبيت أسأل الإخوان توقعات مباراة كلاسيكو الهلال والاتحاد. صح والله اليوم مباراة قمة زبن. ايش متوقع؟ الهلال. لا مو الهلال. الاتحاد. لا ما يصير. أنا غير الاتحاد 1-0 وفهد الانصاري إن شاء الله يقول. عشان فهد أنت غيرت رأيك. يقول راس يفوزون 1-0 عشان شي غيرت رأيك. أكيد. بس الهلال يقولون يعني هالموسم نوعا ما افضل من مواسم عدل، بس ان الاتحاد افضل بدايه الموسم. اخونا فارس يقول حق المحطب الاسبوعين من استلام والتوقيع على كتاب انهاء خدماته ان يطعن، واذا طافت الاسبوعين سقط حقه بالتعويض وشكرا. شو لك اسبوعين تطعن في اذا انهاء خدماتك وما اعطوك حقوقك، يعني لك اسبوعين. والله أول شيء أصبح على أخوي فارس، والمعلومة أنا ما أعلمها، لكن يعني اليوم كان لي اتصال مع محاسب الاتحاد اللي هو في الهيئة العامة للشباب والرياضة، وقال على الأسبوع الجاي الكتاب راح يطلع الاتحاد أنه راح يصرفون لكم مخصصاتكم. طيب أبو سعيد أنا ما أعتقد أنه يعني مثل ما قلت لك هو مساء مو خلاف شخصي، هي لجنة جت غيرت بالوجوه، يعني هذه قاعد تصير بالوزارات بكل الاماكن ده. ما اعتقد انه يعني راح ياكلون حق اخ طلال، يعني احنا ما نرضاها الصراحه يعني. رجل خدم البلد، خدم الاتحاد، خدم بغض النظر سواء كان مع الطرف هذا او الطرف هذا، لكن رجل حقه وخدم ومن حق الهيئه ان تعطيه حقه. طيب شنو السبب اللي 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 اللي, اللي بي 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 الهيئه بتقول ان انا ماني معطي؟ شنو السبب؟ ما في سبب يعني. طيب قبل لا اروح حق مباراه ايضا الكويت والساحل نبدا في الحديث عنها، تداعيات موضوع الاخ العزيز ناصر الغانم والخبر اللي نقلوه الاخوان امس من اخوي ابو عبد الله سامي الخالدي اللي يقول انه اعتدى على حارس مرمى نادي النصر وهو كان خلف المرمى. طبعا انقل لكم تغريده الاخ سامي الخالدي يقول انا انام مبكر ما اشوف البرامج للاسف، وحاليا الموضوع بين الادارتين وهم يحلونه. يقول طبعا راد على الاخ حسين الشمري يقول انا ليش اتكذب وليش انقل الخبر من اللاعب هذا اولا، ثانيا في تعليمات من الاداره ما اتكلم بالموضوع بعد ما وصل الموضوع بين الادارتين، واخر شيء ختم الموضوع قال موضوع امس انتهى ولا راح اتكلم فيه بعد ما وصل عند مدير الكرة وعند الحل. طبعا الأخ يوسف الكندري يوسف بسكندر عفوا كلمني اليوم وقال لي حقق بالموضوع بناء على كلام الأخ يوسف إنه ما في شيء صار من هذا القبيل، وغير صحيح الموضوع اللي تكلم عنه، وحتى دز لي أيضا صورتين للملعب خلف أو الجول خلف الشبك اللي خلف المرمى، قال شوف يقولون في صخر، شلون في صخر والملعب مبلط وفي شبك، فبالتالي ينفي صحة كلام الأخ سامي الخالدي. عموما هذا الحوار أو هذا الموضوع نتركه للحل ما بين الأخوان. أنا وضعت الصورة لأني وعدت الأخ يوسف بسكندر أني أنقل الموضوع، لكن حسب المعلومات اللي وصلت لي أخ يوسف أن الأخ خالد الشمري استقال بسبب علاقته مع ناصر الغام، مساعد مدير الكرة استقال بسبب العلاقة مع ناصر الغام، فبالتالي يعني مدى صحة هذا الكلام؟ هل بالفعل الأخ ناصر الغانم تعامله يعني يعني خلينا نقول صعب شوية مع الإخوان معاه في القطاع، فبالتالي قاعد يستغلون
هل بالفعل ما أدري صراحة. أنا عموما أنقل الموضوع لك يا أخو يوسف بسكندر للحل أو لمناقشة هذا الموضوع وحله بالصورة اللي ترونها مناسبة. خل نروح حق مباراة الكويت والساحل. المباراة انتهت 4-0، نشوف الأهداف مع بعض مع السادة المشاهدين. طبعا الساحل صمد تقريبا أقل من نص ساعة، بعد ذلك افتتح التسجيل جمعة سعيد لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف، ثم في الشوط الثاني سجل نادي الكويت 3 أهداف في ظرف تقريبا، يعني خلينا نقول في الشوط الثاني. تألق كان لطلال جازع صراحة، شفنا كان نجم المباراة مع 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 زملاء عبد الهادي خميس، لكن اليوم أشيد صراحة بطلال لأنه ما شاء الله يعني تحرك بصورة طيبة. أبو حسين مبروكين أمس، صلاح مرزوق كان متوقع فرق 3 والفرق 4. الحمد لله رب العالمين، احنا أخذنا اللي نبي الـ3 نقاط. أنا بغض يعني بغض النظر عن النتيجة، ممكن في ناس ساعات بالفوز يستانسون وما يقولون الحقيقة عن الوضع اللي صاير بالفريق. صراحة يعني أنا مرات أمدح الفريق ومرات على حسب المباريات، يعني على حسب كل مباراة. يعني اليوم أنا شفت المباراة صراحة، الشوط الأول فريقنا ما أدى الأداء اللي إحنا يعني نتأمله. فريق كان يعني مو عارف يبتدي، مو بداية لبناء هجمة. فريق نادي الساحل كان نوعا ما متمركز بالدفاع، كان جدا صلب يعني أول نص ساعة قبل الهدف اللي سجلناه عليه. مو عارفين ربعنا يعني صراحة يعني ينوعون من 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 الـ 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 الهجمات. كان دائما اختراقهم من العمق، ما فعلنا دور الأطراف. يعني هذه أمور كان المفروض المدرب في الشوط الأول يعمل يلاقي لها حل صراحة. الشوط الثاني نوعا ما تغير الحال، استوعبوا الظاهر اللاعبين يعني أو المدرب شاف الشوط الأول يعني والأخطاء اللي صارت. الشوط الثاني تحررنا من كل القيود اللي كنا. هذا فريق نادي الساحل بدأ الشوط الثاني تمركزه الدفاعي يقل، حاول إنه يهجم، فتح لنا مساحات استغلوها لاعبينا بالأطراف وبالعمق. التبديلات اللي عملها الكابتن محمد عبد الله، عودة الروح حق صراحة عبد الهادي الخميس، يعني هذا صراحة شيء فرحنا ومكسب لنا، وكنا محتاجينه صراحة. لأنه مثل ما قلت لك عبد الهادي ما يقدر يلعب بالمساحات المغلقة، الجيم الأول صعبة عليه. الشوط الثاني نوعا ما فتحوا نادي الساحل، اللياقة البدنية قلت عندهم. أنا ما توقعت صراحة إن فريق نادي الساحل بهذا المستوى. اليوم فريق نادي الساحل أدى مباريات بالسابق أفضل من اليوم. اليوم ما كانوا صراحة زينين يعني، بس بالشوط الأول أول نص ساعة حاولوا يعني ولعبوا بقوة مع فريقنا. أتوقع مثل ما قلت لك إحنا أخذنا اللي المطلوب اللي نبيه 3 نقاط، وفي علامة استفهام صراحة في 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 على مستوى بعض اللاعبين عندنا. مثل منو؟ فهد عوض، حسين حاكم. أقولك يا بالأسماء أنا لا يزعلون مني لأن أنا أحبهم، إذا ما أحبهم أجاملهم. صحيح. ما أقولك بدلهم، لا، لازم يديرون بالهم على نفسهم. فراس الخطيب مستوى أو يعني جسمه لا زال يحتاج إلى 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 تمرين. فهد عوض مثل ما قلت لك، حسين حاكم وفراس. يعني في بعض اللاعبين صراحة محمد لازم يحطهم في مكانهم الصحيح. يعني أنت اليوم مدحت طلال، أنا اليوم طلال اللي قاعد أشوفه مو طلال اللي مو محطوط بمركزه. يعني طلال دائما اليوم كان بالعمق، داش بالعمق. طلال إحنا عارفين إنه بالطرف يلعب. يعني إحنا الحين فاقدين فهد العنزي، فهد العنزي هو اللي كان يحركنا بالأطراف، ما عندنا اليوم. حتى عبدالله يعني اليوم حطه مثل ما تفضلت، إذا حاطه في مكانه يبدأ يعني. ما يقول بدا تألق وكان زين يعني، يحسب له يعني، يحسب للمدرب. أنا اكتشف طلال في مكان لا، بس 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 مركز طلال احنا كنا نحتاجه. انا قلت لك اليوم فريق نادي الساحل كان وايد مسكر علينا بالعمق. نعم. وطلال اليوم يعني كانت الكرات يحاولون لاعبيننا انه يحضرون من النص، طلال يكون واقف يمهم. يعني المفروض طلال يفتح الخط، نحاول نسحب فريق نادي الساحل. نعم. اللي كانوا متكتلين. طيب. يعني زبن، كنت تتوقع النتيجه الكبيره في المباراه؟ لا والله مو متوقع بعد أداء نادي الساحل. بصراحة نادي الساحل متطور حيل وعنده لاعبين، بصراحة ما توقعت أن تنتهي النتيجة 4-0.
تؤيد استمرار كابتن محمد عبد الله وجهه نظرك يعني مع نادي الكويت؟ والله أيد ما دام وطني وهذا الله يوفقه ان شاء الله. ان شاء الله. ابو محمد ايش رايك بالكويت هالموسم؟ مو زين تغيير المدرب، مو زين نادي الكويت في هذا الموسم يعني حتى بالاربعه؟ حتى بالاربعه كنتيجه يعني انت تبي اداء مثل ما قال ابو حسين ولا تبي نتيجه؟ اليوم اداء ونتيجه اليوم؟ لا اليوم ما هو نادي الكويت الصح يعني. الكويت في اسماء لامعه، في محترفين، في خلف اداره متميزه ومحترفه في الاداء. اقاله المدرب في الفتره الاخيره والعوده ب أخوي الكبير محمد عبد الله هذه تأثر على رتم وأداء اللاعبين أو خلينا نقول نوعا ما نفسيتهم. انقطاع عبد الهادي خميس فترة طويلة وعودته اليوم يعني هذا مو الكويت. الكويت عندهم أفضل من كذي، وإن شاء الله المباراة القادمة راح يقدم الكويت أفضل، لكن كنتيجة نقول لهم مبروك. طيب لكن ما هي مقنعة أن هذا الكويت. أنا أتوقع أن أتوقع فريقنا يعني بعد تألق عبد الهادي اليوم صراحة ترى الفريق ما تحرك إلا بعد نزول عبد الهادي، غير صراحة كثير من 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 مجريات المباراة ومن مستوى النادي. أتوقع بعد عودة فهد العنزي وعبد الهادي مستواه يرجع، أتوقع أن الفريق يعني راح يتغير رتمه وراح يكون للأفضل. محمد ما تعتقد الهدف يعني البعض يقول إنه فاول، لو مو داش الهدف الأول في هالدقيقة وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي قد تتغير الامور في الشوط الثاني؟ لا ما يتغير شيء. الكويت عنده فارق الامكانيات افضل من الساحل، هذه حقيقه يعني. اذا بتي تحسبها على الورق اسامي اللي عند الكويت افضل من الساحل، ولكن الساحل مجتهد عشان نظلم حق الفريق الساحل مجتهد، بس الكويت عنده امكانيات اكبر من كذي، والكويت ما قدم مستواه خاصه حاشا دروب. الساحل فايز عليكم؟ الساحل سرق المباراه مني، ما فاز علي. لعبنا مع الساحل 10 دقائق شوطين، كرة الأوت ما يبونها، كل ساعة لاعب طايح، بردوا اللاعبين. الفرق اللي ما عندهم طموح مثل مع احترام الأندية الصغيرة يا أخي يلعبون يرفزون الأندية اللي عندهم بطولات. شلون يعني أنا مباراة الساعة الحاضرة كرة تطلع أوت ما يجيب الكرة، ضربة مرمى اللاعب ما يجيبها، لاعبين يجيبون لهم الكرة يحطونها، بعدين إحنا مطرد لاعب عندنا في الشوط الأول بعشر لاعبين يبني عليهم جول الشوط الثاني دقيقة 71 باص من فاول لاعب الساحل سوى فاول وانطرد لاعب البرازيلي حق كيتا بالنص انقطعت عكسية جول، يعني ما يدري كيتا من وراه، وبدل واحنا قاعد نلعب على جول واحد كرة مشتتينها لاعبين الساحل من الدفاع انفراد. لا تقول الساحل غربني، تعال شوف شلون غربني، سرق المباراة سرق، طلعوا اللاعبين من طورهم. ولكن الكويت عنده افضل من الامكانيات، وروح عبد الهادي خميس، شوف احنا واحد من الناس طالبنا عبد الهادي خميس ينضم السالميه بانتقالات لانه ما له مكان كله فوق المدرج، حرام لاعب هذا بالشهر الثاني حرام، شلون قاطينه ما ادري. طيب اروح الفاصل وبعد ذلك اعود. حياكم الله ويانا، عدنا لكم من جديد. بعض الايميلات او عفوا بعض التغريدات، اخونا فايز سعد العنزي يقول تخيل انا اقول لك نظف المكان اللي انت فيه من الموجودين، شنو المقصود وانتم محشومين؟ طبعا محمد دشتي يقول تحيه خاصه ليونس دشتي، مشكور يا اخوي ولد عمك محمد، يمكن ولدي محمد. اخونا من البحرين طبعا هو دائما يرسل لنا بس للاسف ما اعرف اسمه، يقول تحيه كبيره للسيد طلال محطب ونعم الرجل. وعليك زوجي. أمسي على الإخوان وبيسأل طلال محطب إيش ميوله في السعودية؟ إيش ميولك في السعودية؟ شو اسمه هو شيء؟ عبد الله. ميولي؟ نصراوي. زعلته. ليش؟ والله شكله هو أهلاوي. أخونا قلم الحر يقول نبي البيدان والفضلي، ليش ما تستضيفهم هالسنة؟ ما شفنا إلا الفضلي مرة واحدة عسى ما شر. والله البيدان يعتذر والفضلي موجود مكانه ما يحتاج. محمد الفضلي بارك لنا. أو يبارك السلماوية، مشكور. أخونا كويتاوي يقول هذا تصريح مصور، طلال الفهد بعد 30 يوم راح أوقف النشاط الرياضي في الكويت لأن ما عندنا فلوس ندفع رواتب للموظفين، هل صحيح هالكلام؟ صحيح. يعني أنت وقفت النشاط؟ أي نشاط؟ هو يقول نشاط المحلي محلي. أوكي.
سعيد. اخونا حمزه الشط يقول صبحكم الله بالخير ونصبح السلماوي المخلص ونزدشتي وزبن من المواهب القليله في ملاعبنا، نتمنى عودتها للفريق وهو مكسب لهم، نتمنى هالشيء. الله يجزاك خير. فيصل لوغان يقول وين راح اخونا فيصل؟ طلال محطب الاب الروحي للمصورين الرياضيين، تحيه تقدير واحترام. مشكور يا اخوي فيصل. فيصل مشكور فيصل. يا فيصل ها؟ مو فيصل هذا لا فيصل اللغاني. اخونا عبد الله ايضا عنده سؤال يقول بسأل الاخوان، ايقاف الكره الكويتيه الى الان لم يجدوا لها حل، ما هو معقول؟ معقول مهند؟ شنو معقول؟ ما لقوا حل حق ايقاف الكره الكويتيه. رفع الايقاف قصدك؟ ايه. عوده الاتحاد الكويتي واللجنه الاولمبيه السابقين وايقاف التعامل بالقانون الجديد. هذا الحل الوحيد. هذا الحل الوحيد. نعم. والخصخصة يقولون هي الحل لرفع الإيقاف. من اللي يقول؟ حكومة. لا تقول حكومة، قول سي من الناس عشان أرد عليك. حكومة. وزير حكومة. المالية. رئيس الوزراء يعني. وزير الإعلام. رئيس سمو رئيس الوزراء قال هالحكي؟ لا رئيس الوزراء ما سمعته. أنا من اللي قال؟ حدد الاسم. مع الوزير قال. مع الوزير ماشي. الدكتور حمود فليطي. ماشي الله يهنيك بالخصخصة، وإذا أنت تعتقد أن الخصخصة ستعيد الكويت للمحافل الدولية سواء في كرة القدم أو غيرها ورفع الإيقاف، هذا أمر بعيد عن المنال. مهما عملت لازم تعيد اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم بمجالس السابقة وتجمد القانون. طيب محمد خالد يقول هل الحل بيد أحمد الفهد؟ من اللي يقول؟ ها محمد خالد يسأله أحمد الفهد. أنا أسألك أنت. ما العلاقة بأحمد الفهد أنا؟ طيب الإخوان زعلانين من المسابيح يقولون مسابيح. وأنا والله. ضيوفك مزعجة. دشتي. صباحك. حاضر. أخونا أبو خطاب يقول تحية خاصة رمز يونس دشتي. مشكور يا أخوي عمر الضفيري. والله. عارفين يختارون منه. عبد الله الشلاحي. الأيام ملاعب الخشب أنا ورسال أيام الله يرحمه بصقر يعني ويا شاب حاجي شاب كان يطق طبل أنا لا طق طبل وشي في السنة سلمة ولو على ملعب الجهرة حضر. عبد الله الشلاح يقول في غياب النمور بدأ تظهر أندية الهبة، الهلال والنصر والأهلي. النمور الفريق الخليجي الوحيد الذي يستحق لقب العالم. شو تقول زمن؟ رد عليه. والله لتي يعني تأيده بالكلام. مع أني نصراوي بس لتي. أنا بلد الهلال إن شاء الله الهلال. أنا الهلال بشار والهويدي سلماويل مثلوا الهلال وإن شاء الله الهلال يفوز. الحين عندنا فهد. فهد. إن شاء الله. الاتحاد الحين فهد. أنا كوني. ليش يعني بشار؟ لا لا. بشار وجاسم. أكثر السلماوية هلالية. عشان أكون واضح. لا أنا راح أنا السلماوية هلالية. أنا هلالي قبل بس الحين مدام راح الاتحاد. على عيني فهد. ولد الاتحاد يفوز. أنصري أنا. أنت نصراوي. أنت نصراوي أكيد تبي الاتحاد اليوم. لا أنا نصراوي ما له علاقة لا بالاتحاد ولا الهلال. ما تبي حتى عشان فهد الأنصاري ما تبي. ما له علاقة. أنا شجع نادي ما شجع لاعب. أوكي. الهلال. لا أنا شجع نادي النصر بس إني مؤيد حق الاتحاد عشان فهد مو شرط إني أشجع نادي. فهد ولدنا وحبيبنا والله يوفقه. الحمد لله يعني التمثيل اللي مثله فهد هذه السنة يعني صراحة يعني. برز برز. قاعد يشيدون فيه يعني الصحافة السعودية. صراحة بيض. صراحة بيض الله وجهه صراحة. رفع اسم الكويت رفع. الله يوفقه. اسم اللاعب الكويتي صراحة. وهذا اللي نحتاجه وإحنا من زمان إحنا كنا قاعد نقول إن اللاعب الكويتي يقدر يحترف. صالح الجنفاوي يقول صبحكم الله بالخير وسلام خاص حق اللاعب زبل النعنزي، لاعب مميز أتمنى عودته لفريق النصر هذا الموسم. مشكور يا أبو ثامر وشهادة يستحقها زبن. أخونا ناصر بن زياد. أنا إماراتي عاشق الهلال، ليلة مباراة الهلال والاتحاد أنتم موعودين بكلاسيكو نفخر أنه بدوري عربي. إن شاء الله نشوف مباراة حلوة إن شاء الله. خلنا نشوف شنو قالوا لاعبين الكويت بعد نهاية المباراة، أيضا لاعبين الساحل نشوف شنو تصريحاتهم بعد ذلك نعود. اليوم قدمنا مباراة كبيرة، يمكن مباراة خيطان طافت الشوط الأول كانوا لاعبين كانوا هدفهم الفوز، لعبوا في روح
اليوم اكدوا ان هذا المستوى استمر، نتيجه كبيره لله الحمد. فريق الساحل فريق مو سهل، ولكن احنا لله الحمد لعبنا افضل، طبقنا خطه المدرب. هناك نقص نعم، ولكن حققنا المهم وهي 3 نقاط. الساحل فريق مميز، الشوط الاول تكتيكيا كان ممتاز، سكر الملعب، حصل مرتده وهذا هو اللي يبيه، لكن الهدف اللي سجلناه كان الهدف هو سبب ال3 اهداف الثانيه. لان الشوط الاول لان الهدف فتح الملعب، الساحل من بدايه الجيم الثاني دش فتح الملعب، هذا اللي خلانا حتى نفكر احنا نشرك هادي، ترى كنا بنشرك هادي ونتيجه 1-0 وناديناه وسجل طلال جازح، لان خالد عجب. لان فتح الملعب خالد عجب، مثلا تارجت بالملعب ادى اللي عليه، هادي لاعب مساحات، هذا اللي حصل الشوط الثاني. تالق هادي، تالق جازح، تالق جمعه، تالق بريتشي. ليش؟ احنا لاعبين عندنا لاعبين يملكون فكر جيد خط الوسط، وايضا عندنا لاعبين يلعبون بالمساحات، وهذا اللي حصل. الساحل فتح 5 دقائق سجلنا هدفين فيهم، نحن نقول الحمد لله على كل حال. يمكن فزنا اليوم نعم 4-0، لكن نادي الكويت الى الان مرتقى المستوى المطلوب فنيا، تكلمنا المستوى المطلوب فنيا يمكن افضل من المباريات اللي طافت، لكن عندنا شيء الكثير، عندنا مجموعه من اللاعبين، عندنا مجموعه من المحترفين صراحه اللي قادرين على ان تقديم مستوى جيد. نعم اليوم فزنا 4-0، نقول حق اخواني لاعبين الساحل قدموا مباراه كبيره، نتمنى ان شاء الله نادي الكويت في المباريات الجايه يرتفع من مستواه من مباراه الى مباراه ان شاء الله. احنا جيتنا ضد نادي كبير اللي هو نادي الكويت اليوم، فنقول هارد لك حق نادي الساحل وقد لك حق الشباب حق نادي الكويت. اكيد ما أدانا ما كان نفس المباريات اللي قبل، حاولنا نأدي ونعطي اللي عنا، الشباب ما قصروا، ان شاء الله المباريات الجايه رد مستوانا احسن من اللي قبل وافضل ان شاء الله باذن الله. غريب بالامر ان في مباراه ثانيه بعد اقل من نص ساعه 25 دقيقه وقاعد يرشون الملعب بالماي، انا ماني عارف، وطفت الكشافات، انا ماني عارف صراحه، نسال من الاخوان، نسال العلاقات العامه، لان في مباراه هنا في الجوله نفسها، اعتقد المباراه بين اعتقد النصر الصليبيخات، عفوا الصليبيخات والشباب اليرموك على نفس الملعب، ماني عارف، يبقى عند الاخوان في اداره او المسؤولين عن المنشات بنادي الكويت. خلينا نشوف، قاعدين احنا كاميرتنا موجوده وانا موجود وانت واصل، ويرش علينا الماء يبرد علينا، خلينا نشوف. مشكور اخوي بماطر، للعلم هذا الموقف حطنا او هذا الوضع حطنا في موقف محرج صراحه. اليوم يعني حسب الجدول اللي استلمناه بدايه الموسم ان المباراتين على استاد نادي الكويت، وبالفعل كنا منتظرين ان المباراه على نادي الكويت، لكن بعدين كلمت الاخ ابو سلمان طلال مرشاد وذكرني المباراه على استاد نادي كاظمه. للاسف يعني الاخوان حتى القائمين على المركز الاعلامي، بما ان الاخ حمزه الشطي قاعد يشاهدنا الان، يعني حتى مو حاطين جدول المباريات اليوم، وين تقام المباريات، حسابهم في تويتر كانوا حاطين فقط الاجتماع مع اتحاد الكره، وبعدين حطوا نتائج المباريات، مباريات الجوله الخامسه. ف يعني احنا نعتذر، حتى يمكن لو تشوفون مباراه تضامن الصليبيخات يمكن الهدف الاول ما قدرنا نصيده لانه يم بكر ومصورنا كان منتظر ان المباراه على نفس نادي الكويت. يعني عموما احنا هذه رساله فقط نوصلها حق الاخوان، ترى احنا نعتمد على الله وعلى المركز الاعلامي يا اخوي حمزه، فنتمنى يكون ابديت اول باول بمواعيد المباريات، اماكن المباريات اذا فيها تغيير او الملعب في تغيير. حتى انا اليوم مع انور يعقوب قاعد وياه المقصوره، انور مدرب فريق نادي خيطان، قاعد سولف، كان يقول انا بقعد بعد مباراة بشوف شوط ومباراة. قلت لا الله يوفقك، انا مشيت قبل لا تنتهي مباراتنا يمكن دقيقتين، قلت بطلع عن الزحمه هذا. تفاجأت الصراحه. شو رايك بالمركز الاعلامي ابو محمد مال الاتحاد؟ الله يوفقكم ان شاء الله. افضل من ادائكم يعني في تطوير افضل؟ والله نتمنى يكون افضل ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خلينا نشوف بعض القرارات التحكيميه في مباراه الكويت والتضامن. طبعا المباراه ادارها الحكم كويت الساحل، عفوا كويت الساحل، ادارها الحكم سعد الفضلي. في جدل حول الهدف الاول ان لاعبين الساحل احتجوا ان في فاول على جمعه سعيد، احنا راح نشوفه بالبطيء، وعلى كماره ايضا. لا على كماره، على كماره، اي قالوا على كماره، ما بنشوف احنا بنشوفها كمارة من داخل بالكرة؟
يعني ارغم اربعه هذه هذه اي هذه اللي قول جمعه ولا كمارا؟ اللي قول جمعه. ليش كمارا سوى؟ محتك مع كمارا احتك مع الشيء الكوره مو شوط هو بعيده عنه هذه. شوف نقول احنا في احتكاك بس ما نقول ما في احتكاك ما يفسد الهدف ايه. ولكن انا ما عندي صراحه القانون اللي اقول لك هي كرة رايحة للجول. لا بعيد بعيد هو بعيد بعيد. بس اذا اللعب شغال يصير فاول ما يوقف اللعب ما ادري لازم لا لا قانونيا قانونيا ما عندي فكرة. لا شوف بعيد وين ليش؟ بعيد ادري شوف بعيد أوكي. بعيد ومو متداخل عارفين الشغلة زبل بعيد ومو متداخل عارفين الشغلة بس شو الحين مثلا الحين اللعب خلينا نقول عن كمارة ملعب اي ملعب مثلا ملعب الساحل والفاول صار ملعب نادي الكويت وبالبوكس نفسه واللاعبين كلهم بالبوكس يعني مو تقول والله صايره برا البوكس اللي ممكن يكون فيه لكن بالبوكس والبوكس صار فيه الكره على ما يتحكم. ايش تقول في هاللقطه ما في انا اقول في احتكاك في احتكاك لكن ما عندي القرار انه هل هو يلغي الجول ولا لا ما اقدر اقول لك ما عندي اسال فيها حكم. نعم سعيد انا اللي اعرفه يعني اللاعب نص الجول واللاعب الثاني مو مشترك وياه بالكره وزي وراه ما فيها ولا شيء. لا ما في ما فيها ولا شيء انه مو جول طبيعي ما في شيء لان الاحتكاك صاير ورا قبل ال 18 داخل 18 والكره طريقه للمرمى يوم دشت جول هذا طاح احتكاك ما يأثر ابد. ابو محمد ما لا يأثر ما له تاثير يعني جول سليم جول سليم جول سليم. طيب في قرار تحكيمي ثاني ولا بس هذه؟ خلينا نروح حق المباراه الثانيه مع الاخوان اذا جاهزه مع الاخوان المباراه الثانيه. بس 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 هم انت مساء قاعد تقول ان في احتكاكين اللي هو جمعه سعيد جمعه وكمان جمعه لا جمعه ما 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 يعني ما فيها شيء ما فيها شيء جمعه ما فيها شيء جسمه بس اي ما فيها شيء لا اخذ الكره من اللاعب ويمكن اللاعب ما حمى نفسه عدل ما يعني ما اخذها فارغ البنيه الجسمانيه. طيب المباراه الثانيه بعد الفاصل. حياكم الله ويانا ابو محمد. صج ماخذين كل الاوراق والمستندات وشالين تليفونات تلفزيونات ومخلين شيء بالاتحاد. من وين يعني؟ مقر الاتحاد. كلمني عن مكتبي الاتحاد بشكل عام. كلمني عن مكتبي تلفزيوني انا اللي جايبه مع الرسيفر شلته يعني ماخذه حلالي. شو حلالك؟ شاري بفلوسك؟ بفلوسي إيه؟ عندك الفاتورة؟ عندي الفاتورة لأني طلبت من هايف الله يذكره بالخير التلفزيون ما يابلي رحت شريته حاجي طالبني بحلالي بعد. والباجي هم التلفزيونات كلهم شارينهم بفلوس؟ أنا ما أدري عنهم أنا لي علاقة مكتبي ما أفتر على المكاتب أنا الثانية. والكوس والدروع اللي بالاتحاد تسأل مين السر فيها ما تسألني أنا. في مخزن موجود فيه ال ال عهدة هو كم الكؤوس؟ 2-3 الكؤوس أعتقد اللي موجودين. الباقي كله دروع شخصية باسم الشيخ طلال فهيد إهداءات أخذوا على إهداءات باسم الشيخ طلال. والأوراق المستندات أي أوراق مستندات؟ في أوراق سكرتارية بسكرتارية ما ماك شيء يعني مو صحيح حكي سهل. وصار تسليم واستلام في الاتحاد؟ لا ما صار بات حاله اللي انا فهمت انهم يابا واحد وغير المفاتيح. طيب بعد ما اكتبي ما غير مفتاحه لانه كان مبطل. اخونا مو كاتب اسمه يقول الهدف غير صحيح حدث في مباراه بالدوري السعودي لاعب احتك مع حسن راهب بدون كره وحسب بلنتي للراهب واللعب كان بنص الملعب. هذا شلون سعيد يقول حدث في مباراة بالدوري السعودي لاعب احتك مع حسن الراهب بدون كرة وحسب بلنتي للراهب واللعب كان نص الملعب. يعني اللي يقصده انه حتى لو صار خطأ والكرة مو يعني مو بحوزة اللاعبين تقولون كمارا ما له شغل على كلام زبن ان كمارا ما له شغل باللعبة مو متداخل مو متداخل هو يقول في صارت هالحادثة انه حسن الراهب احتسب له الحكم بلنتي واللعب كان نص الملعب. وبعد ازيد على السالفة هذه تيري اعتقد برشلونه ضد تشيلسي تيري طق كنا سانشيز اعتقد يعني انت يعني تأيد الكلام يعني
بس ان هذه انت توك تعارضهم الحين غيرت رايك إيه يعني الكره على حسب كلامه ان الكره كانت مثلا يعني طريقه المرمى كانت جول لا 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 على حسب كلام الاخ تو ان اللعب نص الملعب الكره كانت في نص الملعب وصار احتكاك ما بين المدافع ومهاجم مثلا هذا راح قام الحكم حسبها بنالتي بعد ما انا قاعد اقول لك شلون حسبها قاعد اقول لك احنا نحتاج والله ما ادري انا نحتاج الى حكم عشان ما نضمن الكره بنص الملعب يعني اللعب وين فيه في النص في النص شلون تهاوشوا ورا انقل الكره من النص الى البلنتي قانونيا يصير شوف لقطه كمارا شوف شوف دشت جول الحين شوفه جول سوى شيء شوف بس بعد الجول بعد الجول طق بعد الجول قاعد اقول لك ما الحسبه غير حسبه يا ابو سعيد شلون كذي عادي تصير 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 نص الملعب قانونيا انا حسب الكلام ان في حادثه صارت انا مو ملم بقانون التحكم والله اذا حكام جوز يصير لازم سبب واحد هذه الشغله شغله مهمه صراحه يعني عشان ما نظلم احد احنا قلنا قلنا الواقع اللي صار يعني الان في 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 لعب بالنص خل ما نقول احنا والله الاحتكاك صار داخل البوكس الاحتكاك مثلا قدام البوكس الحكم مثلا يخلي اللعب ويحط فاول مثلا تصير لسبب طيب واحد يعني تصير لسبب واحد اذا كان الفريق الخصم اللي حسب عليه اللي حسب لصالح البلنتي يكون الحكم راى انه يقدر يقط الكره حق المهاجم فالمدافع عرقل هالمهاجم لان الكره يمكن باستحواذهم يصير لا هو شوف قانونيا اتوقع يصير يعني يصير اذا فاول وحتى لو الكره بحوزه مثلا طرف اخر إيه؟ وفي مكان اخر في فاول نعم اعتقد قانونيا تصير عموما هي خل نروح الحين مثلا إيه؟ الحين انا عندي الكره بالطرف اوكي انزين بالطرف وكنت مثلا عند الدائره بالطرف مثلا بيني وبين زبن كره يا واحد مثلا الناحيه الثانيه إيه؟ النص بالناحيه الثانيه مثلاً لاعب سين ولاعب سين الثاني بوكسو وقف اللعب وقف اللعب يطردهم وقف اللعب انزين وبعدين الحكم يروح ما هني ما لا وين يحط فاول يحط فاول مثلاً ولا حسب المعتدي من المعتدي اي من مكان الحدث اسقاط الكره بمكان الحدث اصبح يعني اصبح ان الحكم عنده الصلاحيه انه مو بس اثناء اللعب او مجريات اللعب او بين او الكره ما بين القدم اللاعب مثلا انه ممكن اذا صار حدث بعيد عنه ممكن انه يوقف اللعب يعني حتى الحكام طيب. حكم رابع يقدر يتدخل مع الحكم اوكي نروح حق المباراه سالميه وبرقان نشوف مع بعض احداث هالمباراه نتائج المباراه طبعا انتهت بفوز سالميه بهدفين لهدف الهدف الأول سجله إيغور والهدف الثاني أيضا سجله نايف زويد هدف الفوز هدف جميل صراحة هدف إيغور هدف الفوز نبارك لنادي السالمية الفوز محمد مبروكين فوز صعب يعني السالمية حتى مباراتكم مع التضامن فوز صحيح 2-0 لكن هم فوز صعب التضامن كان خصم قوي اليوم برقان كان خصم قوي احنا مصعبين المباراة على انفسنا احنا الحين انا اعلنها عبر برامجك ديوان سلماوي راح يوقف الدعم على الفريق لاشعار اخر احنا كل مباراة قاعد نعطي $1,000 حق لاعب الشهر ونعطي $500 حق $1,000 تقسم حق لاعبين بعد نهاية المباراة طيب الحين راح نوقف الدعم لان نشوف مستوى الفريق ونطمئن على نتائج المباريات القادمه ذيك الساعه نحكم ان ندعم الفريق او لا في انا اقدر اقول المباراه اليوم احنا صعبناها على انفسنا الفريق برقان مع احترامي لفريق قادم جديد للدوري الكويتي ودوري فيفا ما عنده شيء يعني اشوف اللعب يعني اذا بقول لك لعبنا ثلث ساعه بالمباراه كل شوط اقل من ثلث ساعه قاعد نلعب كل ساعة الكرة توقف اللاعب يطيح كرة بالأوت ما يبون الكرة يعني أنا ما نعرف شنو الحل أبو محمد الحين الساحل قلت هالكلام لا إيه نعم 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 هذا واقع وين حكم المباراة الحكم إيش بيسوي وين اللاعبين يعني يجمعون الكور أنا أقول لك الحكم شنو بيده يسوي إذا الفريق الخصم هذا كنا على ملعبكم المباراة أي على ملعبنا طيب أنت بس أنت مسؤول تجيب اللاعبين الصغار جمع الكور ما خالف نجيب مرة مرتين ثلاث بس إحنا نقول
اللاعب لما يكون اصابه يقط نفسه ما تقدر ما نقدر شو نسوي. هذه المشكله قاعد نعانيها. اذا يتعير او يتصنع الاصابه هذا الحكم دوره هنا. الحكم مره مرتين كل ساعه اللعب واقف. انت لو تشوف المباراه 90 دقيقه لعبنا ثلث ساعه اقول لك. بعدين هذا مو عذر. احنا فريقنا عندنا مشكله نعاني من الهجوم. ما عندنا لاعب محترف يخلص المباراه. انا ما اقدر اشوف كل شوف يعني مشاكل. يعني احنا السالميه نعاني قلت لك راس حربه صريح محترف. يعني ودينا جمعه سعيد مفروض يجي واحد نفس جمعه سعيد. احنا عندنا مشكله بالهجوم. بعدين عندنا فهد الرشيدي يبي له لياقه شوي. رجل مفروض يتمرن صبح وعصر لين يرد عافيته. مع انتقالات الشتويه نشوفنا مهاجم على اساس نقدر نجاري النهايه نخلص نهايه الهجمه بجول. احنا هاي المشكله عندنا. يعني مو السالميه هذا مال العام او ولت العام. مو هذا نادي السالميه. وانا ولا اقدر احمل المدرب شيء صراحه. المدرب ما عنده عصا سحريه يقوم روحوا قولهم. مدرب يحط خطته ويحط تكتيكه ويلعب. بس انا اقدر اقول فريقنا يبي له شغل يبي له لياقه شوي وفوق اللياقه يبي له ناس تلعب الفانيله. يعني انا مستغرب. يعني فريقنا انا توقعت اليوم مع برقان صراحه مع احترام البرقان نطلع 4-0 اقل شيء اقل شيء. لا بس ليش 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 تقول انه ما عندكم مهاجم؟ انتم يمكن عندكم فهد. انزين فهد ما يقدر يسوي شيء. ما عنده اللاعب اللي يوصل له الكره. فهد لعبه انه تقط له كرات طويله وينزل. لازم يكون لاعب وياه قريب على اساس يستفيد من الكره. احنا خطوطنا متباعده وعندنا يعني هذا دور المدرب. اليوم التكتيك يعني اليوم اعتقد القلبين فهد المجمد وعبد الغفور ويقوم لعبه قلب وسط ارتكاز كان مريح صانع الالعاب فهد بدر سماج ومريح هذا المطر ارتكاز. اليوم ترى المباراه يعني اي فيها مشادات فيها سوالف. اليوم بدر سماج شنو موضوعه؟ كان كرت احمر مع الساحل لعبتين توقف. أي اليوم خلص صراحه بدر صانع العاب صراحه بدر من اللاعبين يعني اللي يعني العرب. ممتازين يعني صراحه. يعني انا اقول احنا يمكن فريقنا يبتعد على العصبيه شوي. عصبيه شوي نرفزها ممكن ما يعني هذه بعد طبيعه باللاعب بس ولكن احنا نتحكي عن فنيات. انا اقول حق فريق السالميه يسمعوني الحين فريقنا ترى مطالبين باداء افضل من كذي. رئيس النادي مو مقصر معاكم ولا مقصر مع احد وراكم جمهور وراكم ناس وشدوا حيلكم وحنا وياكم. ولكن الحين راح نوقف عليكم جوائز الكاش لان تثبتون ان انتم قدها وقدود واحنا راح نصف معاكم. طيب بالتالي ومعاكم. طيب انا بوريكم لقطه. طبعا هو المباراه فيها يعني احداث وشفنا في احتجاجات كثيره. الحكم كان هاشم الابراهيم. بس قبل اروح حق اللقطه اللي صارت ما بعد المباراه ونهايه المباراه الاخ حمزه الشطي يقول ترى شوف احنا حطينا في المركز الاعلامي مباريات الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري فيفا وحاطين حتى الحكام ووين المباراة. أنا أخوي حمزة بس بوضح له نقطة. أنت وحاطين التغريدة قبل 6 ساعات يا أخوي حمزة. يعني لو بنحسبها قبل 6 ساعات معناته أنت حاطها الساعة 6:30 تحط موعد مبارياتك حمزة. يعني حطها الظهر حطها الساعة 1 حطها قبلها بيوم ترقبوا أو مثلا غدا مباريات الجولة الخامسة في الدوري. أنت والعادة تسوونها في مباريات الجولات الماضية. إذا ممكن نشوف مع بعض تغريدة الإخوان حطينا يمكن الساعة بعد 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 مباريات بعد ما بدت المباريات مصوريننا راحوا ما يعني صعب انك تتابع والله تشوف التغريده نزلت ولا ما نزلت خاصه الاخوان راح يكون لاهين في المباراه. فاحنا مجرد ملاحظه ان الجدول ينزل. يعني انت اليوم مباريات باكر للحين محاطه. اتمنى بس مخرجنا شو نحط التغريده عشان تكون واضحه حق الساده المشاهدين. هذه شوف قبل 7 ساعات يعني بنحسبها الحين 2:45 1:45 12 11 10 9 8 7 الا ثلث. يعني 7:45 مباريات بدأت ومصورين طلعوا. يعني من الآن حط مباريات باكر حط الساعة 11 الظهر 12 عشان أيضا إذا في تغيير نقدر نعرف. هذه بس مجرد ملاحظة. سعيد عفوا طبعا عندي واتساب دزليا الحكم جاسم حبيب نعم مس صبح عليه صبح عليه بالخير.
يقول ابو حمود يقول لك اذا اللعب في وسط الملعب وحارس المرمى ضرب لاعب الخصم في منطقه الجزاء بلنتي. وشاف الحكم او المساعد يحسب الحكم رد الجزاء بلنتي. على الحارس ويطرده بلنتي. انا لا ما قال حارس لاعبين اثنين ايه. يعني هو جاسم جاب لي على اساس ان حارس مرمى مثلا ابو سعيد في نقطه نبي اذا كان مثلا مدافع مع مهاجم الحكام واللي صار في القاع في نادي في الاتحاد السعودي الحكام مفروض يعني مهاجم مع لاعب ولا لا يعني شوف مهاجم مع مهاجم يعني شوف حتى يعني اذا حكم اي هو نفس الشيء يعني اذا حارس مرمى يعني يطرد بعد يعني نعم. ان الكره بعيده عنه بس سوى مثلا عقوبه في رساله حق لجنه الحكام في مباريات تصير صعبه مفروض يختارون حكم يمثل المباراة قدها يعني عنده خبرة كافية. أنا أذكر في مباراة خيطان ماني متأكد خيطان النصر أو ما أدري أي مباراة على نادي كاظمة شفت حكم اسمه منسي أو محمد منسي والله خامة طيبة يعني قاعد يطلعون حكام خامات طيبة مفروض يستعينون بالمواهب يخلونهم تحكم أو حكام لهم خبرة سابقين يتمكنون سامية وبرقان أدري بس أنت الحين مو الحين مثلا القادسية والكويت العرب القادسية الحين ما نقدر نقول إحنا العرب السالمية بالوضع الحالي صدقني ماكو فريق صغير بهالوضع الحالي بس إذا ما أعطي حق يعني حق الحكام في هالمباريات إيش تبي أعطيهم يعني القادسية يعني والعربي أنا أعطيك مثال إحنا شنو ذنبنا انظلمنا قدام العربي بل أنت حق عدي بدل الضايع شوط نعم. الأول نقول طقت بيده ومرافع إيده هذا بس بدل الضايع ما حسبنا حكم ونفسها صارت حق القادسية ضد ما أدري منو حسبه نفس الحكم ثاني حسبه بلنتي يعني طيب. في أمور خلينا نشوف اللقطة ما حصل ما بعد نهاية المباراة يعني للأسف ما نعرف شو اللي صار مع الحكم هاشم الإبراهيم وشنو السبب يعني هذا النقاش خلينا نسمع شنو اللي صار بصراحة ما ندري شنو اللي الأحداث اللي صارت كنا نتمنى من الحكم يوخر عن هالأمور يدش غرفة اللاعبين ويترك الإخوان تناقشون فيما بينهم لكن دم حار ظاهر الحكم ظاهري شري ولد خالة حسين عاشور وخرنا على عيال عاشور ختنا السلماوية تقول السالمية من بعد جمعة سعيد ضاعوا هل صحيح؟ صراحة يبينا مهاجم مستوى جمعة سعيد كلامه أيدانة تأيدة نعم. عادل البدري يقول قرار سليم قانونا احتساب ركلة الجزاء حتى وإن كانت الكرة في منتصف الملعب تحتسب ضربة جزاء ومن الأخطاء العشرة أخونا فيصل أبو عباس يقول كلام احترام الأخي يونس دشتي كلام متناقض قبل شوي يقول الساحل سرقوا المباراة ويضيعون وقت والحين يقول السالمية مو نفس العام احترم كلام أنا. تحترم كلام احترم أوكي. كلام خل نروح حق فاصل وبعد الفاصل نروح حق المباراة الثالثة مباراة النصر والشباب فيها أحداث مباراة قوية صراحة نروح حق فاصل ولا نشوف المباراة مع بعض إذا جاهزة فاصل ونعود حياكم الله ويانا عدنا لكم من جديد وسعيد ترى اخوان في برقان جاسم حبيب هم دز لي او كلمني يعني صراحه هم قاعد قال لي معلومه ما ادري هل هي عندهم خبر ولا يقول لك حكم المباراه يقدر يطرد اللاعبين
قبل حتى لو قبل المباراه بساعه او ساعتين لو اول ما يدشوا الملعب يطلب حتى الجمهور بعد اي نعم اداريين ولا يتكلم عن اي حادثه يعني يعني مثلا هذا قانون جديد مثلا طار يعني شنو يعني بيقول لك ان الحكم عنده صلاحيات خصوصا بالقانون الجديد الحين انه عنده صلاحيات كبيره انه يقدر مو بس اثناء المباراه قبل المباراه حتى لو هم قاعد يسخنون لو شاف لاعبين من الفريقين الثاني تلفظوا على بعض ولا شيء عنده صلاحيه انه يطردهم نعم قبل المباراه وبعد المباراه طيب. اخونا محمد الفضل يقول بعد انتهاء المباراه لاعب برقان غلط على الحكم المساعد ورجع حكم الساحه يبي يطرده اخونا ابو يعقوب السلماوي يقول يونس ليش تشاتي في مجروح الداعم الرسمي للمراحل السنيه ونطالب فيه باداره النادي يستاهل ابو محمد ايضا الاخوان في برقان كلموني او ارسلوا لي على الخاص قالوا حكم المباراه يتحمل نتيجة المباراة اليوم طرد نانا أثر على الفريق وما كان يستحق الطرد وعلى الأقل يعني الفريق كان يستحق التعادل مع السالمية هي تبقى طبعا قرارات الحكم ما بين مؤيد ومعارض مثل ما قالوا الإخوان تضيف شيء أبو محمد نعم. قبل أروح حق مباراة النصر نعم. أنا أقول حق فريقي نادي السالمية أنا مو معناه أني أوقف الدعم عنكم مادياً إحنا وياكم ولكن نبي منكم نتيجة على أساس أنتم تشجعونا وإحنا ندعمكم صحيح. أنا يعني هم قلبي احترق على الفريق وفريقنا هذا زي إذا تحسن مستواهم وفازوا نزيد الكيلة نزيدها فعلاً يستاهلون يستاهلون يعني إحنا يعني حتى أمانة الله يعني أنا شهادتي مجروحة بلاعبيني وشهادتي مجروحة بإدارة النادي اللي وفرونا مكان في ديوان سلماوي أنا ما أتكلم عن رئيس النادي وعن شيء والدليل اني انا لاني جمعيه عموميه ولا شيء عشان اكون محسوب على حد بس انا اتكلم الحق عندنا مكان في النادي نعم. والناس مقدريننا هالكلام قال ايضا الاخ محمد المكيمي امانه الله يعني استشار الديوان شادنا يعني. مجروحه اداره النادي نعم. معلش زبن قبل اروح حق مباراه النصر اخونا كاتب الوضع الرياضي سيء جدا بكل مقاييسه لا توجد لدينا رياضه تأيد بالكلام ابو محمد تقلت زبن لا قاعد اقول له زبن اسمح لنا ما نبي نروح حق مباراه النصر لان تغريده ايش يقول يقول الوضع الرياضي سيء جدا بكل مقاييسه لا توجد لدينا رياضه صح واللي قاعد يصير الحين شنو مو رياضه يعني دوري تسليه ما حدد وضع الرياضي يعني يعني من بدايه الرياضه بالكويت كلها يعني نسى كاس العالم لا هو يقول وضع الرياضي لا يحدد يقول حاليا لا ما قال يعني يقصد ما قال حال يقصد الحين ولا قبل خل عشان نعرف قبل انجازاته هو يتكلم عن الوضع الحالي لا ما قال حالي ما قال يعني يقصد وضع الرياضي يقصد بعد حل الاتحاد ودخول او تعيين لجنه مؤقته قبل لا قبل كاس حاليا ما في رياضه واللي قاعد يصير ورئيس الهيئه قاعد يحاول الشيخ احمد المنصور تسليه هم تسليه يعني تأيد ابو حسين يعني حاليا يقصدون في بعد ما ممكن يقصد بعد ما حل الاتحاد سكت حتى بالسابق يعني بالسابق شنو محققين احنا قبل ابو حسين قول لي لا يكون احنا عندنا اربع نجمات يعني على فينالتنا وكاس العالم ناطرنا انت لا تحصر بكره القدم قاعد اقول لك يعني هم احنا لا 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 تحصر بكره لا لا الرياضه مو بكره القدم انا معاك بشكل عام عندك سله الحين عندك طائره الحين خل احنا بالسابق احنا نتكلم الحين بالسابق ما في نشاط محلي شوف هو وضحها قال الوضع الرياضي سيء من بعد كاس الخليج اللي بالكويت الى اليوم قصدك اللي طلعنا قبل الاخير اي طلعنا قبل الاخير قبل الاخير تحملها تحملها انت احنا شكو يعني اتحاد الشيخ طلال فهد مو كان خليج 16 ما انولت للحين ها ما انولت للحين شلون تحمل لي شيء انا ما كنت عايش لا كاس خليج 2016 عفوا خليج 16 ايش شو مولود منو كان رئيس الاتحاد وقتها الشيخ احمد الفهد لا احمد الفهد يوسف لا كان الشيخ احمد الفهد لا مو بلى الشيخ احمد الفهد بس كان مشغول بالوزاره فكان نائب الشيخ احمد اليوسف اي نائب بس كان رئيس الاتحاد وراها بعدين يا الشيخ طلال وبعدين لا وين اللجان الانتقاليه وش تحكي انت بسرعة حطيته على يعني صح يعني كلامه يعني كلامه صح تغيير لا انت طالما في طلال لبسوا اي شيء طلال محطوط طلال فهد كيف خل نروح حق
احد الاخوان يقول رجاء اقرا سؤالي ابو سعيد، مو سؤالك ما في احد قد ساوي يعني عشان نساله، ليش بس اداره القادسيه ما عندهم محترفين؟ وين تروح فلوس اللاعبين اللي باعوهم فلوس التكريم؟ ما في احد قد ساوي هنا عشان اساله يا اخوي. باكر ان شاء الله يكون معانا قد ساويه ونسالهم. نروح حق مباراه النصر والشباب، مباراه مثيره في احداثها صراحه. الشباب تقدم بهدف في البدايه، هدف جميل، بعد ذلك النصر استطاع ان يقلب النتيجه ويسجل هدفين جميلين. طبعا المباراه في الدقيقه 91 في الوقت بدل الضايع النصر يقلب النتيجه. ابو عبد الرحمن باني طبعا سجل هدف الفوز. زبن نبارك لك الفوز. الله يبارك. اول شيء نعرف سبب الايقاف، قعدت مع الاخوان في الاداره حاولت؟ والله قعدت وياهم وحاولت، يعني مثل ما تقول زعلانين علي ويعني عتبانين علي. انا برنامجك ابو سعيد يعني احب انه يسامحون، والانسان مو معصوم على الخطا، وانا ولدهم بالاول وتالي. يعني نادي النصر انا من تحت 12 نادي النصر، نعم. يعني اشوفهم اكثر من اشوف بيتنا يعني نادي النصر، واحب اشيد يعني على الفريق بصراحه قاعد يقدم مستوى طيب، واحب اشيد جهاز فني واداري الكابتن ظاهر العدواني والمدير فيصل العدواني وخالد شريده بصراحه، يعني قاعد يكونوا فريق يعني انه يقدر ينافس اي فريق بالدوري الكويتي. والله يوفقهم ان شاء الله اكون وياهم بالايام الجايه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. حسين يعني لما نخسر مثل زبن بغض النظر عن الخطأ اللي اقترفه، سواء عدم التزام ما في نقدر نعرف شنو عشان الواحد يعرف يتكلم يعني صراحة. ما عارفين شنو المشكلة يعني. أنا ما أدري شنو المشكلة لازم صراحة. إذا بندافع عن شخص لازم نعرف صح المشكلة شنو. صح ولا مو صح؟ ولا نبي نعرف شلون يعني. إذا ما تعرف هو زبن قال بعبر هذا البرنامج انا ولدكم اعتذار على اللي ما بدر وهو شجاع في هذه الكلمه. والاعتذار شيء من رجال وهذا دليل على انه هو مقدم ولد ولد النادي يمكن حس انه هو يعني ليش ارجع اعيد الماضي؟ فخلاص احنا نتمنى صراحه انت تبي تربط عصاك. لا والله لا والله لا عدالة ما شاء الله عليك يا الله. اذا يعني لا والله بالعكس انا اتمنى لك الخير. وزبن يعني خامه يعني ما هي بس حق نادي النصر، حق الكويت، حق المنتخب ان شاء الله، حق مستقبل الكويت ان شاء الله. اتمنى لك الخير ان شاء الله. اتمنى صفقته هي السالبيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اخونا خالد سعود قال لك سبب، قال ليش سبب هوشته مع اخونا العتال. يعني حتى لو منو العتال؟ في احد من اللاعبين عندنا لاعب اسمه حمد العتال. يعني حتى لو صايره هالهوشه ابو حسين، يعني حتى لو في خلينا نقول خلاف بين ايش فيكم انتم؟ يعني بالملعب يعني او بين اللاعبين تصير ان انا اختلف مع رفيجي وايد لاعبين يعني اثناء التمرين وربع وهذا تهاوشوا وتناجروا. مقطع موضوع يعني سالفتك الاخوان بالبيت يتهاوشون يتناجروا بالاول وتالي بيتي نادي النصر صراحه. صحيح. وانا يعني طالع باللغاء يعني نادي النصر كمجلس اداره رئيس فلاح غانم امين السر مطلق عدوان كلهم اخواني وعزيزين علي. قدمت كتاب اعتذار زين؟ والله انا رحت اعتذرت بس ما قدمت كتاب يعني اعتذار. انا كلمتهم مثل ما تقول حبي حبي الوضع حبي. شنو ردت فعلهم يعني؟ والله احس شايلين علي شوي. زين اي بس وان شاء الله تنحل ان شاء الله. اليوم بعد الحين احنا اعتذارك هذا كان داخلي، الحين انت ما شاء الله قدام التلفزيون والاف مؤلفه قاعد تطالعك ان شاء الله. ان شاء الله يعني شاء الله. اتوقع انه يعني بس اكثر من كذي بعد لا والله لا. بعد احنا يعني وجهنا نداء ونتمنى يعني تعتبرونها هذه غلطه اخيره من اخونا زبي. اي بس انت وجهت نداء فلاح غانم ايه رئيس النادي وحجاب عطا الله نائب الرئيس، هذول شياب نايمين يا ايوه. نوجه حق فيصل تخيل فيصل ولا حمد بعد فيصل هو يعني هو يقصد لعبت مع فيصل مو لعبت مع فيصل اخو عزيز يعني ما بينك الخير ما يحتاج اخونا فيصل يعني يعرف الامور ويدري ان اللاعبين في بعض الاحيان تصير تطلع منهم تصرفات شويه تزعل لكن لا مثل ما قال اخوان داخل البيت تهاوشون بالضبط يعني فاحنا بنطلع الموضوع
نقول هذه رسالة اعتذار من أخونا زبن على الهواء مباشرة لمجلس إدارة نادي النصر، الجهاز الإداري في فريقنا نادي النصر. نتمنى يقبلون هذا الاعتذار ويعتبرونها فرصة أخيرة لزبن هذا الموسم، وإن شاء الله تتعدى الأمور إن شاء الله في الأيام أسبوع الجاي يعني إن شاء الله نشوفه احتياط. قول إن شاء الله. أنا لياقته الظاهر بعد أخل احتياط إن شاء الله. إن شاء الله ناخذ بعض الاتصالات الهاتفية. أبدأ مع أخوي أحمد. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور أخوي أبو سعيد، يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. واجبكم كإعلام تطلعون السلبيات، أما أنا عن نفسي اليوم إيجابيات كثيرة كثيرة كثيرة. كفاية أن عودة الاتصالات من التضامن، فزنا اليوم الحين ومستانسين، وعسى الله يعطيهم الصحة والعافية اللاعبين. هذه نقطة. النقطة الثانية، حرام عليكم يا جماعة لاعب مثل يعقوب الطارو الموسم اللي طاف كله حديث دكة نادي الكويت. يا جماعة شوفوا هالولد فنان فنان فنان. علي الزيد ترى واسطتك نحتاجها، نبي هاللاعب عندنا. يبغى ما نبي منكم شيء، يعطيكم العافية يا الكويت، عسى الله يوفقكم لاعبينكم، نبي هذا يقعد عندنا، ما نبي منكم شيء. هذه نقطة. النقطة الثانية أحب أقولها لأخوي زبن، أنا أخوي فيصل أنا أكفلك، أنا أكفلك عنده، وبنشوفك إن شاء الله بالدربي الفروانية وبنفوز عليكم. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. كفو كفو يا أحمد. كفو. والله يعني فزعتكم مع زبن يستاهلها صراحة، لأنه زبن اعترف بالخطأ، ومو يعني مو مكابر في الخطأ اللي اقترفه. وبتعيد نقطة أخيرة عشان أدري الوقت بس. تفضل. اللعبتين اللي فزنا فيها اللي هي على 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 الشباب، وتعادلنا عفوا مع الشباب وفزنا على الفعيد، واللعبة هذه اللي فزنا فيها الثانية. نعم. مهاجمنا اسمه يونس سيلفا، ترى هو لاعب ارتكاز. نعم. مو مهاجم. وباللعبتين اللي خسرنا فيها ما لعب. نعم. احنا عندنا بتضامن مشكلة. وقعنا مع محترف مهاجم وإلى الآن ما وصل، ثلاث مرات قاعد يتأخر. فنتمنى إن شاء الله يوصل هالمهاجم، وإن شاء الله بعدها. منو سبب التأخير أحمد؟ مع احترام لهم أحمد، منو سبب التأخير؟ سبب التأخير من اللاعب نفسه، مو من الإدارة. مشكورين وما قصروا، أبو سلمان يجتهد كل يوم على هاللاعب. أوكي. وإن شاء الله يا رب إنه يوصل. لا لأن ما في كورة نضيعها مع السالمية ولا كورة نضيعها. لأن أبو محمد قاعد يسألني من منو التأخير، يبي يطق الهيئة على باله من الهيئة. ما سألته ما لا 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 تحاتي. إحنا حسنة الهيئة، أنا مع احترامي للسلبيات اللي قاعد تصير. تدري أبو سعيد شنو حل الدولة الكويتية؟ نعم. نقطة واحدة بس، تحديد 30 لاعب لكل نادي. نعم. تعال شوف. طيب. عندنا سلمان السكراني. أوكي. تعال شوف عندنا حمد. نعم. مشكور مشكور اخوي احمد مشكور. تبلشنا مع اخذ اخوي محمد. بس هو يا طارق يعقوب طرار، وصراحه هذا من اللاعبين الواعدين صراحه. نعم. اللي كانوا من المراحل السنيه في نادي الكويت. الله يوفقه. الله يوفقه ان شاء الله. سعيد بصراحه، يعني نحب ان اذا راح اي نادي ثاني يتطور مستواه. ولد وليد الراشد. هذا ولد وليد الراشد. ابو سعيد بصراحه شاب الله، يعقوب طرار خامه طيبه، ولاعب ما شاء الله. يعني امين السر. لاعب ما شاء الله له مستقبل. ما طراروت حد في. نعم. لاعب بعد. نعم. عندنا نادي النصر اسمه مشعل فواز اللي. نعم. قول بصراحه. نعم. خامات طيبه، اتمنى لهم كل توفيق. على طاري يعني وليد الراشد، احنا نعزي ايضا بوفاه خاله. عظم الله اجرك يا اخوي وليد، وان شاء الله اخر الاحزان. اخونا احمد النبهان يقول اللاعب زبن العنزي كبير باخلاقه وباعتذاره من برنامجكم الطيب، نطلب من إدارة نادي النصر أن يكون هم الأكبر ويتقبلون اعتذار. نتمنى هالشيء. أروح حق محمد مشيمي مستشار ديوان سلماوي. صبحك الله بالخير يا أخوي محمد، ومبروك الفوز. الله بالخير يا أبو سعود، شلونكم؟ حياك الله ومشكور على الكنافة. والله العظيم أنا اليوم مستأنس. كنافة وياه لنا فوز بعد ما فازوا على التضامن، وقال بعد كل فوز راح يكون فوز اليوم. الظاهر هو حق ديوان سلماوي. شيمي وين لك نافع؟ والله ما تقصر. ديوان سلماوي اللي يبغونه. ما تقصر. شيمي ابي كنافه خاصه حقي تجيبها لي البيت. انا مستعد يا يونس يا ابو محمد. على الزيد اكلمك. على الزيد. مني حق ديوان سلماوي. كفو كفو عليك. مستعد باشر كاش. ليش انك قاعد تسوي اشياء يعني ما يسوونها؟ احنا سالت حق الاداره وادارتنا ماشيه وتمام. واحنا اداره ثانيه ديوان سلماوي، اداره ثانيه حق مساعده حق ديوان حق اداره النادي، والنادي مو مقصره، اداره النادي مو مقصره.
مشكور مشكور يا بكيم يردف عائلة مشكور يا اخوي محمد مشكور يضيع موضوع الكنافه ما ما ثلاثه تكلمنا على الكنافه لا ايهاب يا اسمه ايهاب وزع التضامن كنت بقول لك يعني الكنافه الدوانيه لا لا اخوي انور صبحك الله بالخير صبحك الله بالخير اخوي عبد العزيز حياك الله الحمد لله على سلامه الوالد ايضا الله يسلمك الله يحفظك ان شاء الله من كل شر مشكور اخوي عبد العزيز بكل فضل الله ودعواتكم الحمد لله عدت الامور على خير اللهم لك الحمد ما يشوف شر ان شاء الله ما يشوف شر اخوينا شر ما يجيك الله يسلمك طول بعمرك الله يحفظك انا بس والله ودي احيي الهام الاعلامي الكبير اللي على يمينك وسعيد الاخ طلال محطب اللي انا تعلمت منه شخصيا الكثير وطلال محطب محمد غني عن التعريف واحنا متابعينه من ايام ما كان يكتب في الطليعه ايام ما كان فعلا يعني في ذاك الوقت كانت الطليعه اللي بعزها يعني بس انا لي سؤال حق محمد ابو محمد الان قبل فتره طلع الاخ ستغي بوائل وصرح قال ما في خلاف الاتحاد هو اللي قاعد يحاكينا ويخاطبنا وكذا وهذا فاكو شيء غامض يعني اكو شيء غامض الحين ما عرفنا اتحاد براسه الشيخ طلال وهو المعترفين المعتمد والرسمي وكذا الى اخره اللجنه الانتقاليه تقول عكس الكلام هذا يعني ما ادري الا تنورنا بس على شغله منو الصح منو الغلط في الموضوع هذا يعني طيب. الشعب المفروض يعني اوكي مشكور اخوي انور راح نسمع جواب ابو محمد بعد الفاصل اعتذر ابو محمد كنافة علي كنافة عليك خلاص متى الكنافة كنافة متى بعد ساعة لا بعد زين ابو محمد رد على اخونا انور اول شيء اصبح على انور بارون واتحمد له بالسلامه بشفاء والده الاخ يعقوب بارون و يعقوب انور من الناس اللي انا اخ يعني انت شايب يعني انا ماني صغير انور من اللاعبين اللي كانوا في الالعاب المائيه المتميزين يعني للامانه لكن انا قلت في السابق الأخ العزيز أسد تقي يقول في مراسلات بيننا وبين الفيفا قلت له يا ريت هو يوضحها اللي احنا نعلمه وكتاب عندنا رسمي ان الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي لا يعترفون في هذه اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد فأصبح الفيفا والآسيوي يراسلون أو يخاطبون دكتور طلال فهد أو سهو السهو بصفتهم وأسمائهم لحد هذه اللحظة طيب اخونا علاء بولند يقول حق ابو محمد سلمان عواد وجه الخير على الفريق والنعم سلمان مو بعيد على الفريق مساعد والله ونعم بطلع ايه مساعد ونعم الله الله يوفقك اخونا ايضا حمزه الصراف او حمزه الشطي عفوا مشكور يقول راح اخذ ملاحظاتكم بعين الاعتبار يقول بس تاكدوا المشكله في لجنه المسابقات في تغيير الملاعب في وقت يعني متاخر مقبول عذرك يا أخوي حمزة ونتمنى الإخوان في لجنة المسابقات يعني يحددون الملاعب قبلها فترة أخذ عندنا اتصالين على السريع أخوي عمر صباحك الله بالخير صباحك الله بالنور هلا أبو سيد هلا حياك الله أصب عليك وعلى الكبار الكبار حياك الله حياك الله أحب أصب على رئيس ديوان سلمان يونس زيتي يعطيك العافية على دعم لنا بالمراحل السنية ما يقصر شكرا مع تعاون اداره نادي السالميه الحمد لله طوروا المراحل السنيه عندنا ما قصروا والله شكرا والحمد لله النتائج تعدلت مشكور وان شاء الله نعد الجمهور السماوي بافضل بمراحل ان شاء الله وياكم احنا ان شاء الله فعلا المراحل ما تقصر محمد فعلا زيد يا محمد شكرا يستاهل يستاهل يا اخوي عمر والله يوفقكم يستاهل طيب يستاهل اخوي فاضل صبحك الله بالخير صبحك الله بالخير حياك الله يا ابو سعيد كنا شمريحه حلوه عندكم اي ها زوري بالمعرض فاضل لا كل انا حاضر هاي الله ابو محمد الحاضرين كلكم تسوي متعصب هذا يا الله فاضل عندني عينك حاره بس تسدحنا على الاطر والله انتك تلفونك ابو محمد كابتن فاضل الصوت رايح عموما اخونا
يبي له تلفون ما يبي له. لا يزورني على طول بالمحرم. اخونا ابو جاسم كاتب طبعا الاخوان حطوا صوره اهداء اخونا يونس لاسره البرنامج، يقول باكر اذا فزنا باكر راح اقدم لهم تمر ومساويج يستاهلون. مشكور بعد احلى من هالشيء ما في تمر ومسواتش هذه قد تساوي هذا قد تساوي بس ما شاء الله اخو يونس محبوب والله عنده جمهور. لا الظاهر الحلقه الليله دعايه انتخابيه بيرشح ناس. لا والله يستاهل 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 طيب فرصه. ها خل نروح حق مباراه التضامن والصبيخات، مباراه قمه في الاثاره صراحه اللي تكلم عنها اخوي احمد شيطان قبل شويه. ارجع واذكر بان هالمباراه للاسف ما قدرنا نصور الهدف الاول، كان مبكر طلع مصورنا من مباراة متأخر على أساس أنه كانت مباراة في استاد نادي الكويت تحولت إلى نادي كاظمة. خلينا نشوف اللقطات لهذه المباراة حتى تجهز. المباراة طبعا انتهت 3-2، حمد أمان هو من سجل الهدف الأول، ثم يعقوب الطرار وهو اللي سجل الهدف بطريقة جميلة صراحة قبل نهاية الشوط الأول. عفوا بدل مطيري أول شيء سجل الهدف الأول في الدقيقة 5 للصبيخات، ثم سجل سليمان أيضا حاج سليمان الحجي هدف، وأهداف جميلة الحقيقة كانت فيها المباراة قمة في الروعة، مباراة مثيرة حرام ما كانت صراحة منقولة، مباراة رائعة جدا، وهذا هدف أيضا جميل. المباراة انتهت 3-2. الحلو في المباراة أيضا مدربين وطنيين، علي كابتن علي مهنا مدرب التضامن، كابتن أحمد عبد الكريم. مباراة مفتوحة مباراة حلوة، و 3-2 دلالة على أن الفريقين لاعبين لعب مفتوح. بس عيد شوف احنا يمكن قبل يومين اشدنا بالمدربين الوطنيين صراحة، وفي ناس شككوا فيهم. انا صراحة اعارض اي واحد يشكك باي طاقة وطنية صراحة، يعني ما يفرق المدرب اذا مدرب واعي وفاهم ودارس وهو يعني اساسا ولد اللعبة ما يمنع. وانا من العام ترى قاعد اشوف الفرق هذه الصغيرة فيها نوعا ما تطور طبعا هالسنه، يعني أكثر واكثر لان نظام الهبوط وهذا وزياده المحترفين، استفادوا من بعض اللاعبين من الانديه، زياده المكافاه، هذه كلها يعني خلت الفرق صراحه تلعب وتتمرن على اساس تؤدي المباريات هذه تلعب لحافز. اعتقد ان المدربين علي العدواني وكابتن احمد عبد الكريم صراحه انا دائما يعني وخصوصا احمد يعني من بدايه الموسم قاعد يؤدي اداء جدا ممتاز مع فريق الصبيخات، فريق متطور صراحه، فريق احرج فرق اللي لعب معها الفرق الكبيره. اتمنى يعني ان يستمرون على 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 الوضع هذا. اللاعبين لازم يحسون بالمسؤوليه، يعني لازم يعرفون انه والله الان في الاعلام قاعد يمدحهم ويتكلم عنهم، بالعكس هذا الشيء زين. طبعا التضامن انت عارف الفريق هذه اول سنه يشارك، يعني فتره ما شارك لاعبين حاولوا يجمعونهم من انديه، يعني صراحه التضامن بهاللعبه على حسب اللي ما تتكلمون عنه يعني انه تطور مستواه هذا شيء زين. اول ما بدا الدوري كان مستوى التضامن يعني تدري كانه غايب عن البطوله صار له فتره، فمستواه ما كان يعني وهذا اللي احنا كنا متوقعينه، ولكن يمكن مع 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 تطور المباريات ورتم الدوري الفريق راح يتطور ان شاء الله. ان شاء الله. ايش رايك بالفريقين زبن هالموسم تضامن صبيخات؟ بصراحة التضامن والصبيخات انا راهن عليهم ان الموسم هذا يعملون شغل، يعني يأذون الفرق بصراحة. فريقين ممتازين ومدربين يعني وطنيين مميزين، واتمنى لهم التوفيق بصراحة. في 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 يعني في تحركات من التضامن ابو محمد، التعاقد مع لاعبين محليين شفناهم تعاقدوا مع حمد امان وغير حمد امان صالح مهدي، نعم يعني اقصد في نيه لتكوين فريق جديد وصوره جديده يظهر فيها. شوف التضامن قياده علي مهنا عدواني، شايف انا يعني اضيف على كلام ابو حسين واعد الجزئيه ان التضامن بس الموسم اللي طاف ما قدروا يشاركوا لسبب يعني مشاكل مجلس الاداره فغابوا موسم كامل، عودتهم
مجددا وبناء فريق جديد بهذه الاسماء والاسماء اللاعبين الناشئين واستعاره والاعاره من بعض الانديه، اعتقد علي مهنا قادر انه يكون فريق للمستقبل. واعتقد انه مثل ما قال اخوي احمد الشيطان انه هناك محترف مهاجم صريح راح يكون في الفريق، اتوقع لاسباب او اخرى هي تاخرت، لكن راح يكون بصوب الفريق راح يؤدي تضامن افضل من ما قدمه حاليا. خلينا نشوف شنو قالوا بعدين في شغله اليوم الاهداف اللي قاعد يعني نشوفها احنا معروضه صراحه، يعني ترى اهداف في كره تنقل صح، في كره تنقل صح، وفي في في لمسه حلوه يعني، مو يعني مو اهداف اي كلام يعني. المباراه هذه والمباراه السابقه اللي كانت اللي حطوها مباراه شباب شباب النصر، شباب شباب النصر يعني يعني ما شاء الله صراحه اهداف جميله ومتقنه يعني. نعم نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق. امين. انا في خبر عند اخوي، بما أننا ويانا أبو محمد خيطاني، أخونا مبارك الدوسري في سنابه يقول القادسية طالب حارس مرمى خيطان أحمد عبد الحميد الدوسري، وهذا الخبر من سناب أخوي مبارك. إذا ممكن مخرجنا عندك جاهز تقدر تعرضه لنا معاك على الهواء. ما نسمع صوت، صوت على الهواء. في صوت مع الإخوان ولا ما في صوت يا جماعة؟ ما في صوت، في مشكلة عندي الظاهر. عموما مشكور يا أبو محمد على دائما أخبارك الحصرية. تعطونهم القادسية أبو محمد؟ كلم مجلس إدارة نادي خيطان. أنا ربعك مو رفيجك ناصر العجمي؟ قدم استقالته ناصر العجمي. بس رفيجك يعني؟ قدم استقالته من النادي. زين نتأيد أحمد يروح خيط القادسية؟ بصراحة أحمد حارس مميز والله يوفقه، وراح يكون صفقة يعني راح يعني نادي القادسية يستفيد من أحمد يعني لقدام. أحمد خوش حارس. طيب خلينا نشوف شنو قالوا لاعبين التضامن والصبيخات بعد نهاية المباراة. حضر مباراة اليوم، استمتع بالمباراة، كانت مباراة مفتوحة من الطرفين من أول خمس دقائق كانت يعني كانت مفتوحة. الحمد لله تقدمنا، قدروا نادي الصبيخات صراحة فريق محترم وفريق زين وكلهم شباب يعني وعندهم طاقات صراحة وجدام مستقبل. الحمد لله لعبنا مباراة زينة، قدروا إن يغلصون الفارق الصبيخات صراحة، حطونا تحت ضغط شوي، لكن الحمد لله بعزيمة الشباب وإصرارهم قدرنا نتخطى المباراة الصعبة الحمد لله. أقول حق الربع يعطيهم العافية ما قصروا، كان رجال اليوم، وهذه إن شاء الله راح نعتبرها بداية الموسم. وإحنا طبعا مثل ما شايف يعني الموسم يطاف اللي قبله يعني ما كان عندنا فريق يعني أول موسم يعني نجمع مع بعض، والحمد لله يعني كوننا مجموعة طيبة. إحنا صراحة نشكر يعني مدير الكرة طالب رشاد ومساعد ناصر الدحاني وفهد دابس على جهودهم اللي وفرونا لاعبين. ما كنا مركزين الجيم الأول، نزلنا الجيم الثاني حاولنا نعوض عشان تركيز أكبر، قولنا قولين لكن على قولتك ما سعفنا الوقت. نقول الحمد لله ان شاء الله تصحينا المباراه هذه، نعود لكم ان شاء الله افضل بالمباراه الجايه. مشكور اخوي ابو ماطر، تفضل. ما شاء الله اخوي فهد نايف ترى قاعد يقدم مستوى صح طيب صح. وانا يعني ببرنامجك اقول له لمام بعد يعني لا توقف، والله يوفق ان شاء الله ان شاء الله. خوش لا. اخونا زبير العميري يقول صبحك الله بالخير، تحياتي للزميل العزيز طلال محطب ويونس الملك. سأله ليش يسمونه الملك؟ اوه ليش يسمونك الملك؟ ملك بالكوت عنده. لا بعد الملك بالكوت هني. اوه لا لا انا هني زمن وين؟ لا يسمونه زمن بلوت. الله يهديك ابو خليفه وقتها الحين مو وقت لازم تجيبك الدونيه كوت انا اطلع باون على حكمي. خل نشكر في الختام، قبل لا نشكر اخوي زبن العنزي على شجاعته. تفضل. احب اصبح على دونيه بندر ندى والموجودين عبد الله الحوي العنزي وخالد القبندي وحمد حربي والشباب كلهم، بدون يعني
لا انسى احد، اصبح عليهم بالخير. صبحهم الله بالخير جميعا. ما صبحت الا على العنوز. لا وين خالد قبندي؟ وين انزي حمد حربي؟ وين لا لازر لا هو شوف ما يجوز. طلال محطب مشكور يا ابو محمد، الله يعطيك العافيه. عافيك ربي. ونتمنى ان شاء الله تعطينا يعني نسبه من التعويض اللي راح تاخذه نهايه الخدمه. كنافه وايد عليك. تستاهل كل خير والله. هلا اهديكم بس انا عشان تستاهلون. يعطيك العافيه يا يونس، ما تقصرون. طيب اصلك ان شاء الله تزورون. صدق لك ان شاء الله. الله يسلمك. تستاهلون. ديوانيه بندر ندى يطلبونك. هذا الحق ديوانيه بندر ندى. يصير نبدلها بتليفون؟ يصير. تفضل يا ابو حسين. مشكور يا ابو حسين. ووصلنا الختام. خل اشكر ضيوفنا اليوم وزملائنا اللي نورونا، اخونا العزيز طلال محطب، اخونا العزيز يونس دشتي، اخونا العزيز علي زيد، واخونا ايضا العزيز زبل العنزي. شكر في النهايه لشركاتنا وداعمينا، شركه فيفا وشركه تيماس ودار الانوار المباري وسفريات النور ويونك دشداشه وعطوراتها من الكويت ودير اندير والاخوان وكلاجي فوفا في الكويت. ترى عيونك دشداشه لازم يستاهلون صراحه. يستاهلون. يعني انا وعدتهم صراحه هناك، قلت لهم راح شوف دشاديش متغير ابو حسين. اي اي لا تفصل عيونك دشداشه صراحه. خش تفصل يعني. ما ادري عاد الناس تشوفه ما ادري حلو ولا لا. خش تفصل. انا اول مره صراحه اسوي حلوين وانت ماكله من وشك حته شويه. انتظار تتوقع الهلال والاتحاد بسرعه. هلال هلال ان شاء الله. الهلال هلال اتحاد 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 واحد اتحاد 1-0 زي ما قال واحد وفهد الانصاري 2-2. شوف ان شاء الله تستمتعون مباراة حلوه. اخونا فهد الراشد يقول زين شنو تتوقع؟ انا تعادل. ما يبي خساره. ما في حلقه يوم السبت ان شاء الله. راح نكون معاكم، راح يكون معنا ضيف قد ساويه ان شاء الله. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات أسرة البرنامج مرة ثانية. أكرمك الله يا أخوي أبو محمد عند معرض في أرض المعارض، معرض العطور، صالة رقم 6. خصم خاص حق كل سلمان. خاص حق كل واحد يروح له يقول له من طرف 90 دقيقة. بس نلقاكم إن شاء الله يوم السبت. إلى اللقاء.